المضاد الحيوي صراحة موضوع كبير، والمشكلة أنه يضم جهتين، يضم جهة البكتيريا ويضم جهة الأنتيبيوتكس، المضادات الحيوية. ما مطلوب صراحة أن نكون عارفين كل شيء، وأنا بنفسي برضو ما I couldn't put all antibiotic very big topic. وبرضو يعني newly new every day، يعني every day or every month there is new antibiotic will appear. فمضادات حيوية متجددة ومضادات حيوية قديمة، اللي يهمني فيها البيزك. If you know the basic، إن شاء الله مع الوقت ولما تدخل في المجال العلمي ومجال dealing with these antibiotics and dealing with patient، you can know how to deal with it. والحمد لله الآن المعلومة صارت متوفرة في متناول الأيدي، فممكن في أي لحظة أنك ترجع تشوف، أما في موقع أو في study أو في electronic books. فهذه اللي أبغى نعرف الآن، what we are talking about is basic of antibiotics. If you know the basic, every new antibiotic or all the new antibiotics، يعني تقريبا في 2015 وفي بداية 2016 صار فيه تجدد في بعض الانتيبيوتكس، لكن البيزك حقها موجود، يعني اللهم طوروها عشان يغطوا أكثر كمية من البكتيريا، خصوصا البكتيريا المقاومة. مشكلتنا مع الانتيبيوتكس الآن صراحة كنا under using، يعني ممكن المريض يجي نتأخر في إعطاء الانتيبيوتك، وهذه بتضر بالمريض وتضر بالمجتمع أيضا. لكن من الجهة الثانية، الطرف الآخر، we should not overuse. Overusing of antibiotic، استخدامها بشكل مفرط أيضا أدى إلى كارثة عظيمة يعانيها المجتمع الآن. ومنظمة الصحة العالمية طبعا تتوقع في عام 2050 لو استمرت الأمور على ما هي عليه، الدث due to antibiotics itself ممكن يتعدى الوفيات بسبب السرطان. My talk will be in two parts. عندنا الثيوري وعندنا البراكتيكال ثينجز أو البراكتيكال بارت. الثيوري I will try to mention the bacteria classification simple. I will not make it complicated. I will try to choose some of bacteria which is commonly seen in our practice as infectious disease or medicine. After that, I will go to the antibiotic classes and the coverage. I will mention the most commonly antibiotics or group of antibiotics. As I mentioned, what is the new antibiotic, antibiotic الجديدة, all of it جاية من البيزك حق الانتيبيوتيك القديمة هذه. فبعدها بخش يعني how to use الثيوري اللي بنقولها في البراكتس، كيف نسوي لها ابلكيشن على البراكتس. فعندنا بأمر على بعض الانفكشوال ديزيز اللي احنا نشوفها دائما او بشكل كبير. وطبعا يعني يمكن ثلاثه ديزيزز، لكن لا يمنع انه في اثناء المناقشه واثناء الاسئله ان الواحد يسال عن الديزيزز اللي ممكن هو مرت عليه اثناء الدراسه او اثناء المرور على المستشفيات، وهي want to know about it. وايضا انا اثناء كلامي واثناء شرحي ممكن امر على بعض some of these diseases and how to treat it. الابروش in general، كيف تسوي ابروش للبيشنت عنده infectious diseases، وايضا how to treat some of these common diseases. وبعد كده نروح للinfection control، مهمتنا المستقبليه، كيف نحد من استخدام هذه المضادات الحيوية حتى لا نصل إلى ما متوقع أن يكون، كما قلنا في as WHO said في 2050 إنه ممكن تتأثر العالم بهذه المضادات الحيوية، رغم أنها كانت في البداية كانت نافعة جدا للبشرية. نبدأ بالبكتيريا. البكتيريا كلاسيفيكيشن، البكتيريا عبارة عن أحياء دقيقة تتغذى على جسم الإنسان أو على عدة أمور، لكن من ضمنها جسم الإنسان.
جسم الإنسان يحتوي على نوعين، بكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة أو اللي تسوي الديزيزز. تو كلاسيفاي البكتيريا، there is something called gram stain. This is the basic of bacterial classification. I will do gram stain to classify the bacteria. Based on this classification, the antibiotic will be chosen accordingly. يعني this gram stain actually it change the practice of these antibiotics, and it was very helpful for doctors to deal with these bacteria. If we do the gram stain, it will show us initial what we are talking about, and will and will choose antibiotic according to this classification. What we are seeing in front of us here in this slide is the gram stain solutions. هنا, I think it is not clear for you, but this is crystal violet. اسمه crystal violet, ال solution هذا. هنا الأيودين, هنا الألكهول, وهنا السفرانين. طبعا هم هذه, انتبهوا للنقطة هذه, انتبهوا لأن حنرجع لها بعد شوية في السلايد اللي بعدها, كيف فائدة هذه, كيف how we use this in classification of bacteria. طبعا البكتيريا نوعين, جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. تلاحظون الاوتر لاير هذه, او ون اوف ذا لاير اوف سيل وول اوف بكتيريا, هذا يسمونه بيبتيدو جلايكان. هنا الجرام بوزيتيف ثيك, هنا جرام نيجاتيف ثين. انا لما احط وانا يوز ذس سوليوشن, and then I'll wash, and then I will put the other solution, this cell wall will absorb these two solutions, سواء positive ولا negative, they will absorb this solution. بعدها I will use the alcohol. Alcohol, it will wash these solutions. So if it will be washed from gram negative, usually it will be washed almost totally, لأنه small area absorb this solution, while from gram positive it will not be cleared or washed totally, there will be remnant of this solution. فبعد ما استخدم الكحول هنا الجرام نيجاتيف حتكون either يعني almost colorless, والجرام positive حتاخذ الصبغة حقت الاثنين هذه. بعدها اضيف السفرانين بس عشان تطلع لي الجرام نيجاتيف اللي ما بتكون تنشاف لانها راحت عنها الصبغه الاولى. فتل ابير لايك ذس, ذس از جرام بوزيتيف, ذا ستينز ار ذير از يو سي هاوز ذا كلر, والجرام نيجاتيف هذا الكلر حق السفرانين اللي ذا لاست سوليوشن اللي هو ذا افتر ووشنج باي الكحول, فبيطلع ذس از ذا كلر. Based on this, the lab will tell me, I am dealing with gram positive or gram negative bacteria. وبيظهر لي يعني في 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 الذهن this classification. So when the lab tell me that you are dealing with gram positive, I will think about this. It is not all the bacteria, difficult to put all bacteria, but this is some of bacteria. So gram positive, is it cocci or bacilli? يعني هل هي على شكل cocci, يعني عقد كذا, أو دائرية, أو bacilli على شكل خطوط. الكوكاي either anaerobic, اللي هو بيبتو ستريبتوكوكس, هذا الموست كومون, وهذه طبعا موجودة في الفلورا حقت الماوث الهيومن بينج, أو aerobic, حتكون either cluster, يعني على شكل عنقود العنب, ستريبتوكوكس, او تشينز اللي هو ستريبتوكوكس والانتروكوكس. الباسيلاي
طبعا هي ما هي كومن في الجرام بوزيتيف، فبالتالي تحصلها قليله يعني في الجرام بوزيتيف، بعكس الجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف اغلبها باسيلاي والاقل كوكاي، في الجرام بوزيتيف اغلبها كوكاي والاقل باسيلاي. فالانيروبيك باسيلاي عندنا الكلوستريديم، عندنا الاكتينومايكوسيس، عندنا الدثرويدز، عندنا الاستيريا. هذا الانيروبيك، الايروبيك عندنا الاستيريا وعندنا كيرونوبكتيريوم دفتيريا. اذا عندنا الانيروبيك الباسيلاي، عندنا انيروبيك كلوستريديوم واكتينومايكوسيس، والايروبيك عندنا الاستيريا والكيرونوبكتيريوم. في الجرام نيجاتيف عندنا الكوكاي هيموفيلوس ومروكسيلا ونيسيريا، احيانا هذه تظهر على شكل كوكو باسيلا، يعني كوكاي مع باسيلا سواء اللي هو هيموفيلوس، واحيانا بعض الدروسيلا، بروسيلا برضه تطلع جرام نيجاتيف، وكوكو باسيلاي بعضهم يسمونها كوكاي. الباسيلاي ايذر ايروبيك اور انيروبيك. الانيروبيك الكومون فيها هي بكتيرويدز، وهي الموست كومون في النون والفلورا حقت الباول. فهذه ننتبه لها لما نبدا تريتمنت في الباول، لعلنا نمر عليها بعد شويه في الديزيز او اثناء الكلام. الايروبيك لاكتوز فرمنتر ونن لاكتوز فرمنتر. البوينت هذه امبورتنت صراحه لما يطلع عندك جرام نيجاتيف، وطبعا اللاب will not show in your computer or for your result what is in front of you as physician which type of bacteria. يعني is it lactose fermenter or non lactose fermenter. فممكن انت تتصل على اللاب. ليش؟ لانه the most important هنا اللي هو زي ما تشوف هنا سودومونس. فلو انها non lactose fermenter I will think about سودومونس. فما يكفل الفور سودومونس different، وبنشوفها بعد شويه في السلايدات اللي حنعرضها. بينما النان سودومونال زي الايكولاي والكليبسيلا والانتروباكتر والبروتياس والبروفيدينشيا والسيريشيا، هذه بتكون الكفرج حقها شكل اخر. فبالتالي النقطه هذه مهمه عندنا صراحه في البراكتس ان نكلم المختبر. الانيروب زي ما قلنا البكتيرويدز هو الموست كومن. نبدا بالانتيبيوتيك. البنسلين طبعا بنسلين واحد من البيتا لاكتام، بيتا لاكتام لانه يحتوي على حاجه يسمونها بيتا لاكتام رينج. فالتركيبه حقتها هذه ممكن انها تمر علينا في اكثر من انتيبيوتيك. البنسلين طبعا الميكانيزم اوف اكشن حقه شغله على السلول، انهبيشن اوف سلول سينثيسيس. يوجوالي بكتيروسايدال تايم ديبندنت كيلينج. التايم ديبندنت كيلينج هذه من ميزات بعض الانتيبيوتيك او اكثر الانتيبيوتيك صراحه الموجوده الان في المستشفيات. يعني if you have to keep الليفل حق الانتيبيوتيك في الاريا فوق الام اي سي حق البكتيريا، يعني فوق الكلينج افكت حق البكتيريا، يعني لو نزل ممكن ما يسوي الافكت حقه. فبالتالي تحصلها اغلبها اكثر من دوز في اليوم، ما تحصلها 1 دوز ولا 2 دوز ولا 1 افري اذر دي، تحصلها في اليوم ثلاث مرات او توايس ديلي، الا لو تطورت وصار ممكن انها تبقى في البدي اكثر من المده المطلوبه بدوز واحده. في عندنا الناشونال بنسلين، وهو اللي طبعا نقدر نقول هو ذا فيرست انتيبيوتيك واز ديسكفرد بالكسندر فليمينج في عام 1928 تقريبا 1930. كان من البنسيليوم. البنسيليوم هو عباره عن نوع من الفطريات. وجد ان نوع الفطريات هذا يفرز كيميكال، الكيميكال هذه قتلت البكتيريا، فبالتالي اكتشف من ذاك الوقت البنسلين، وكان فتح عظيم على المجتمع صراحه وعلى العالم. للاسف كما يذكر أن أفرط في استخدامه، فبالتالي قد يكون حصل فيه بدأت الريزيستنت في عام 1940 بعد الاكتشاف بعشر سنوات. This is the first resistant appear due to penicillins. National penicillin ميزته أنه يغطي الجرام بوزيتيف the most bacteria covered by penicillin. National penicillin is gram positive bacteria. بيتا لاكتاميز نيجاتيف. ليش قلنا بيتا لاكتاميز نيجاتيف؟ لان البيتا لاكتاميز ظهر زي ما قلنا في عام 1940. يقال ان الستاف اوريوس هي اول بكتيريا
أفرزت هذا الإنزيم. من ذاك التاريخ you will not find staph aureus covered by penicillin, الانشور بالبنسلين المعروف. فنعرف بعد كذا إيش سووا حتى يسيطروا أو يتغلبوا على مثل هذه الريزيستنت. They did something which will show it in the future, إن شاء الله the next slides. فالموست امبورتنت البيتا لاكتميز نيجاتيف ايروبيك جرام بوزيتيف كوكاي الاورال انيروبس كفرد اولسو باي بنسلين يوجوالي جرام نيجاتيف سم جرام نيجاتيفز بات ذا موست كومن از نيسيريا منينجيتيس از ذا موست بكتيريا جرام نيجاتيف كفرد باي ذس ذير سم انتي جرام نيجاتيفز ويتش از نوت ذات كومن لايك اكنيلا لايك باسترولا but this is the most common and this is what you may face in the future. Where we are using this, skin and soft tissue infection, sinusitis, empyema, pharyngitis, endocarditis, because these infections usually caused by these bacteria. يعني the infection which we are using this to treat is the infection caused by the bacteria which the antibiotic covering. إذا قلنا إنه الجرام بوزيتيف اللي ستاف أوريوس find a way to destroy this penicillin after they discovered it. How she أو this bacteria overcome this penicillin? It release penicillinase وهو واحد من البيتا لاكتميز is يعني destroying. إيز يعني إنزيم، إنزيم destroying يعني بيحطم. فالبكتيريا الستاف أوريوس طلعت حاجة يسمونها بنسلينيز اللي هو واحد من بيتا لاكتميز يحطم البيتا لاكتام رينج اللي موجودة في البنسلين، فبالتالي ما يصير شغال ما والنت أكت أجينست. ففكروا كيف يتغلبوا على هذه، يجيبوا بنسلين لكن الرينج حقته والنت بي أفكتد باي ذس بنسلينيز. فايش هي البنسلين اللي الرينج اللي الرينج البيتا لاكتام رينج والنت بي افكتد باي ستاف اوريوس بنسلينيز، هذا يسمونه بنسلينيز ريزيستنت بنسلين، يعني بنسلين بس ما يتحطم بالبنسلينيز. فمن ضمنها الكلوكسوسيلين فلوكلوكسوسيلين ونافيسيلين ديفلوبت تو اوفركم ذا بنسلينيز. فاذا هذه يسمونها الاسم الثاني لل الانتيبيوتيك هذه كلوكسوسيلين فلوكلوكسوسيلين نافيسيلين يسمونها انتي ستاف، انتي ستاف بنسلين، هذا اللي موجود الان واللي الان نستخدمها في المستشفيات. لما يجينا واحد عنده ستاف اوريوس نقول دو وي هاف انتي ستاف بنسلين ان ذا هوسبيتال، ذيس از ذا موست اور ذا بيست اكتف بنسلين اجينست الستاف اوريوس. سبكترم اكتيفيتي ستافلوكوكاي هذا الموست كومن، كوكليز بوزيتيف اللي هو ستاف اوريوس بس تكون ام اس اس اي يعني ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريوس. الكوكليز نيجاتيف ستاف للاسف وصلنا الان تقريبا ل 80% منها ما هي ميثيسيلين سنسيتيف، صارت ميثيسيلين ريزيستنت بالتالي ما صار يستخدم فيها كثير صراحه. الموست ستريب can be covered but is not the drug of choice for strep. إذن anti-staph first choice for anti-staph is staph aureus. If you find strep or other gram positive you should look for other thing to cover it. Strep can be covered partially but it is not drug of choice of strep. Try to avoid it in strep infection. Oral anaerobes usually covered except some of this bacteria, it can release some enzyme which may not respond to this antibiotic, but it is not that common. The clinical use, listomalitis, one of the most common causes of listomalitis is staph aureus. عشان كذا anti-staph بالغطي به listomalitis. Skin soft tissue infection, endocarditis, staphylococcus infection, اللي هو methicillin staph. Methicillin sensitive staph aureus هي ال most commonly used this antibiotic commonly used against these infections. المشكلة هنا
لو تلاحظون انه ما ذكرنا الجرام نيجاتيف بشكل كبير، ذكرنا مره واحده في البنسلين اليوانيسيريا منينجيتس. فكيف يغطوا الجرام نيجاتيف؟ طوروا if you find يعني notice انه we are improving our antibiotic covering some bacteria. الساينتست والميكروبيولوجيست والفارماسيست they are trying to improve الكفرج حق الانتيبيوتيك. فالبيزك موجود ويبدأوا يطوروا حتى يوصلوا للمور كفرج. فقلنا طوروا البنسلين العادي حتى صار يغطي الستاف اوريوس اللي هو انتي ستاف بنسلين او بنسلينيز ريزيستنت بنسلين. ثم ستيل جرام نيجاتيف نت والكفرت ناو، فطوروا اشياء تغطي الجرام نيجاتيف، طوروا حاجه يسمونها امينو بنسلينز. بنسلين موجود لكن التركيبه حقته قاموا غيروا فيها حتى يغطوا مور جرام نيجاتيف. فطوروا البنسلين وطوروا الاموكسيلين والاموكسيلين كافينيك اسيد اللي هو الكومبينيشن. developed to increase activity against gram negative aerobes. اذا الامينو بنسلين was يعني manufactured or improved from penicillin to cover more gram negative. ايش بتغطي الامبسلين والاموكسيلين والاموكسيلين كلافينيك اسيد؟ بيختصرونها بالكلمه هذه هيبيلز. هيموفيلوس انفلونزا الاتش من هيموفيلوس انفلونزا الاتش اي، والبي من بروتياس ميرابيلس، والاي من ايكولاي، والانتيروكوكاي الاي الثانيه، الاستيريا الثالثه ال، والاس شيجيلا، والاس الثانيه سلمونيلا. فهذه صارت تتغطى الان. كان البنسلين والبنسلينيز ريزيستنت بنسلين بس جرام بوزيتيف، الان بدينا ندخل جرام نيجاتيف بامبروفمنت حق البنسلين وصار اسمه امينو بنسلين اللي يدخل تحته. اهم شيء اكثر شيء نشوفه في المستشفيات الان هو الاموكسيلين والامبسلين، هذه اكثر شيء موجود. سيميلر تو بنسلين بيغطي الستريب زي ما يغطيها البنسلين، بيغطي السيريا منينجيتس، وبيغطي الاورال انيروبس. كومبينيشن اللي هو مثل الاموكسيلين كلافونيت وذ بيتالكتيميز انهبيتر بيغطي اتش انفلونزا مركسيلا كيتراليس ستاف اوريوس اند بكتيرويدز. امبورتنت بوينت هنا الامبسيلين والاموكسيلين لوحده والنت كفر ستاف اوريوس لانه ستيل نت ريزيستنت للبنسلينيز. فطورنا صح وغطينا الجرام نيجاتيف لكن ستيل في ديفكت في الاموكسيلين لوحده والامبسيلين لوحده انه ما يقدر يتغلب على البنسلينيز اللي تفرز ستاف اوريوس. فبالتالي اما اني استخدم البنسلينيز ريزيستنت بنسلين الاول اللي ذكرنا، او لما نضيف الكافيونيك اسيد يغطي البنسلينيز يمنع البنسلينيز انه يسوي اكتيفيتي اجينست الاموكسيلين فيصير يغطي الستاف اوريوس. اذا هنا النقطه هنا الستاف اوريوس نوت كفرت باي امبسيلين او اموكسيلين لوحده لكنها كفرت باي اموكسيلين كافيونيك اسيد اللي من ضمن اهم شيء موجود الان اللي هو الاوجمنتين. هذا اسم شركه طبعا ما نبغى نعلن الشركه لكن هذا المشهور الان الاوجمنتين. فالاموكسيلين لوحده ما يغطي الستاف اوريوس لكن الاموكسيلين كافيونيك اسيد بيغطي الستاف اوريوس. طوروا ايضا لا زال عندنا بعض الجرام نيجاتيف ما تغطت مثل الهيموفلوس مثل السودومونس. زي ما قلنا السودومونس لها تركيب خاصه تمنعها من انها تتغطى باللي يغطي الجرام نيجاتيف. فايش اللي حصل؟ قاموا طوروا فظهر الببراسيلين والببراسيلين تازوبكتام. ليش؟ developed to further increase activity against resistant gram negative aerobes اللي من ضمنها سودومونس. فبالتالي الببراسيلين وببراسيلين تازوبكتام ميزته على الاولى انه it can cover سودومونس. spectrum of activity gram positives الاورجانيزم طبعا هذا للبنسلين بشكل عام الان الى الان بيغطي هيموفيلوس انفلونزا بروتياس ايكولاي انتروكوكس ليستيريا شيجيلا سلمونيلا نيسيريا كفرت بكتيرويز فراجيلس الانيروبس سودوموناس اريجينوسا زي ما قلنا في اخر واحد اللي هو هذا بعكس الاخريات ما تغطي سودوموناس
how to, where to use it or when to use it, usually in combination, intra-abdominal infection in combination with anaerobes لو كان ما يغطي الانيروبز. Hospital acquired pneumonia, severe cab, هذه حط عليها question mark. بعض الفرنسز تذكر انها covered, used for severe cab. Actually for severe cab we should not depend only on penicillin and increase only the penicillin, go in penicillin group. يعني ما اعطي مثلا penicillin, اخش في penicillin group اللي هو الاوجمنتين ولا التازوباكتام for severe cab. لا, I should use something which will overcome resistant حق الستريب نموني, لان الستريب نموني يوجوالي الريزستنت حقها ما هو ديو تو بيتالكتميز. احنا قلنا التطوير هذا عشان يمانع البيتالكتميز اللي تفزع البكتيريا. للاسف ان بعض الستريب نموني ما هي ميزتها انها تطلع بيتالكتميز, لا, تغير الريسبتر حق الاكشن حق الانتيباتيك هذا. فبالتالي لازم استخدم انتيباتيك ما يرتبط في نفس الريسبتر حق البنسلين. فبالتالي الافضل في السفير كاب كوميونتي اكوارد نيمونيا انه ما هو بس تحط تازوسين مثلا ولا تحط اوجمنتين يعني تتحكم في البنسلين جروب, لا, يو هاف تو جو فور فانكومايسين, ادينج فانكومايسين. اذا في السفير كاب وي شود اد فانكومايسين اند وي نوتس سم كيسز ويتش ديتوريت اند وي فاوند ذات ات از ريزيستنت تو بنسلين. تازوسين از نوت وركينج due to البنسلينيز الستريب نموني resistant due to alteration of receptor. عشان كده انا حط question mark هنا لان بعض الكتب تذكرها, ف be careful. Skin and surface infection is one of the area where we use this penicillin. Beta-lactams adverse effects in general, allergic reaction, it may cause anaphylactic لو كانت acute reaction, or will cause a delay reaction like skin rash, like fever sometimes, hemolytic anemia, neutropenia, thrombocytopenia, hypokalemia, seizures. Some of them are known to cause seizure. Interstitial nephritis, it is not that much common, but you can think about it if you have patient who is having deterioration of renal function while he's an antibiotic, like penicillins. كيف الاسبرينز؟ طبعا وي ار ستيل ان بيتا لاكتام. الاستراكشر فور ممبر بيتا لاكتام رينج اند 6 ممبر داي هيدروثيازين رينج. ايضا لازمنا نقول البيتا لاكتام هذه بدينا نطور في البيتا لاكتام بشكل عام حتى ايضا نحاول ان تو اوفر كم ريزيستنت حق البكتيريا. كل ما شفنا ريزيستنت معينه يقوم الساينتست تو تراينج تو ايذر increase the binding site for this antibiotic for the bacteria or make the beta lactam more beta lactam ring more stable. يعني ما تتاثر بالبيتا لاكتاميز اللي بتلفز البكتيريا اقوى, او نضع بيتا لاكتاميز انهبيتر معاها بحيث هو اللي يتاثر ما يتاثر المين كومبوننت, يكون المين كومبوننت لازال شغال ويكون التاثير على البيتا لاكتاميز انهبيتر اللي بيحطه مثل الكافرونيك اسيد مثل التازوباكتام. Mechanism of action زيها زي أي بيتالكتام. Cellule synthesis inhibition. Classification of cephalosporins. عندنا first generation cefazolin cefalexin. Second generation cefuroxime, cefuxetin and cefutitan. طبعا cefuxetin والcefutitan ميزتها من بين second generation أو الكيفالوسبورينز يعني بشكل عام أنها it can cover anaerobes. Cefuxetin, cefutitan, it can cover anaerobes. Third generation, ceftazidime, ceftriaxone, ceftazoxime, وcefixime. Fourth generation, عندنا the most common واللي موجود ومتوفر في كثير من المستشفيات الآن اللي هو cefepime. والfifth generation, عندنا ceftaroline, ceftobiprole. The fifth generation, زي ما قلنا ceftaroline, ceftriaxone, similar to penicillin activity, includes strep and oral anaerobes. بس يزيد عليها. يزيد عليها عشان البيتا لاكتام رينج حقته ستيبل انه بيغطي صام جرام نيجاتيف. فهنا قلنا انه بيسلم بشكل عام
يشتغل against جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف، لكن الكيف فيروس جينيتيك كفاسبرينز كان كفر سام جرام نيجاتيف نوت ريليبل ريليبل فور نيسيريا كفرج، ما هو كويس للنيسيريا. لاكس اكتيفيتي اجينست انتيروكوكس، وهذا كل الكيفالوسبورينز اكسبت سام اوف ات which is يعني not commonly used actually لكنها it can cover اللي هو آخر generation اللي هو fifth generation مع تضارب في الـ في الـ studies معها، فبالتالي is not commonly used as empirical or target therapy للإنتروكوكس إلا في حالات خاصة جدا وشدنات في يعني يعني ما هو لازم أحد يعرفها يعني نعرفها أو نستخدمها. We can use something else which is clear it can cover enterococcus. ما يغطي الستيريا، عشان كذا في التريتمنت we have to make sure if you want to cover الستيريا like in meningitis you should not depend on cephalosporins. Not covering CDF بل هو risk of CDF of CDF. طبعا limited gram negative coverage قلنا انه يغطي جرام نيجاتيف لكن ما هو كلها. هيموفلوينزا اند مروكسيلا يوجوالي از نوت ويل كفرد از نوت ويل كفرد. الام اس اس اي كفرد يغطيها لانه ما بيتاثر بالبنسلينيز اللي بيطلع على ستاف ستاف اوريوس مثلها مثل البنسلينيز ريزيستنت بنسلين. بيغطي البكتيريا هذه بروتياس ايكولاي كليبسيلا سلمونيلا وشيجيلا. سكند جينيريشن سيفروكسيم وسيفاكلور نفس الفيرست جينيريشن لكن تروح طبعا للجرام نيجاتيف اكثر منها من الفيرست جينيريشن. جود كفرج اوف ستريب سبيشيز كان كفر ستريب سبيشيز نمونيا لايك نمونيا بيشنت. كفرز اورال انروبس وكفرز زي ما قلنا بروتياس ايكولاي كليبسيلا سلمونيلا شيجيلا. Different from fenestration, active against beta lactamases of Haemophilus influenza. يعني سيفازولين الهيموفيلوس ما يغطيها لكن بيغطيها سيفروكسين وبيغطي الميروكسيلا. طبعا بيتر نيسيريا كفرج بيغطي نيسيريا احسن من السيفازولين. Third generation, سيفتازديم سيفتراكسون سيفتاكسيم and سيفبيم سيفكسيم معلش سيفكسيم سبيكترام سيميلر تو سكند جينيريشن. بيغطي الستريب اكسبت السبتازدي بي كيرفول سبتازدي ونت كفر ستريب ف انكلودينج بنسلين ريزيستنت ستريب نموني زي ما قلنا البنسلين ريزيستنت ديو تو التريشن اوف ريسبتر فبالتالي لا زال السيفتراكسون والسيفتاكسيم حتى لو كان بنسلين ريزيستنت لا زال ممكن يغطي لان في سب يونت من الريسبتر لا زال يرتبط فيه السيفتراكسون. فهذه مهمه جدا في موضوع تريتمنت اوف ستريب نمون. فيرذر ريدكشن ستاف كفرج اذا السيفازولين احسن في الستاف كفرج من الثيرد جنريشن. ات كان كفر سم اورال انيروبس. هيموسلفلونزا مروكسيلا نيسيريا بيكس هذه كل الكفرج نو انتيروكوكس كفرج زي ما قلنا الكفالوسبورين كلها ما تغطي الانتيروكوكس عدا الفيفث جيليشن مع كويستشن مارك فيه بين الفيكالس والفيشيوم وبين التو انتيبيوتيك فبالتالي احنا ما نفضله ك مين كورنر ستون اور مين تريتمنت فور انتيروكوكس الا اذا كان نو اذر تشويس. اكتف اجينست سم ديفيكلت تو كيل جرام نيجاتيف باسيللاي مثل سيدوموناس لكن ما هو كل الثيرد جنريشن فقط السيفتازديم من هذه اللي بيغطي سيدوموناس. سيفتراكسون سيفتاكسيم از نوت كفرينج سيدوموناس. دراجز اوف تشويس ان منجايتس جود كفرج للبكتيريا اللي نحتاج نغطيها وبنعرفها ان شاء الله بعدين في الثيوري في البراكتس وايضا جود بنتريشن للبلد برين بارير. احنا لما نختار انتيبيوتيك عندنا خطوات لازم نعرفها او حاجات في البال لازم نعرفها قبل ما نختار اي انتيبيوتيك بنعرفها ان شاء الله لما نتكلم عن البراكتس. طبعا لما ظهر الثيرد جنريشن ظهر اول ريزيستنت اللي يسمونها اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز في المريض السويدي او اللي يسمونه تمنيرا فهذا ظهر بعد ما استخدم الثيرد جنريشن كفالوسبوريدز
فاذا هذه كانت من ضمن المشاكل مع الثيرجريشن انه نت كفرنج الاي اس بي اكستندد سبكترم بيتا لاكتيميز، وهذا واحد من الريزيستنت ميكانيزم حق البكتيريا الجرام نيجاتيف. فورس جنريشن فيروس برينز سي في بي، هذا الموست كومون افيلبل اند يوزد سيميلر تو سكند جنريشن، يعني بيغطي الجرام بوزيتيف جيد. ستريب كفرج فور ستاف، بيغطي الستريب وبيغطي الستاف. اورال انروبز بتغطى بعضها. هيموفيلوس انفلونزا اند نيسيريا منينجيتس والكفرت. بروتياس ايكولاي كليبسيلا اند سلمونيلا اند شيجيلا كفرت. نو انتيروكوكس كفرج. البكتيريويد فراجيلس ويتش از جرام نيجاتيف انروبز از نوت والكفرت. Activity again is some difficult to kill gram negative bacteria like Pseudomonas also covered. Pseudomonas covered by CFB. The fifth generation هو the one sometimes used nowadays, ceftaroline and ceftobiprole. Same as third generation, لكن بنضيف عليها انه both cover MRSA. It is the only Kefaros Bruins covering MRSA. والسيفتيبايبرول ممكن يغطي برضو سودومونس to some extent. فإذا هذه ميزة الـ 4th 5th generation كفيروسبورينز. يوز فبرايل نيوتروبينيا سيفتازديم سيفبيم عشان قلنا تغطي سودومونس، تغطي السودومونس اللي هي جرام نيجاتيف اللي هي الموست كومن كوز في الفبرايل نيوتروبينيا. ريسبيرتوري تراكت انفكشنز، بكتيريميا، يو تي اي، سكين سوفت تيشو انفكشن، ستومالايتس، انترا ابدومينال انفكشنز. بس you have to add something covering bacteroides fragilis اللي هي جرام نيجاتيف انيروبس ما تتغطى بالكيفيروس برونز لوحده. منينجايتس الثيرد اند فورث جنريشن، ثيرد اند فورث جنريشن، فيرست جنريشن ات هاز سام بروبلم وذ بينتريشن تو برين اور منينجز. سيرجيكال بروفلاكسيس سيفازولين هو ذا اونلي ابروفد ناو اور ذا بيست بروفلاكسيس ابروفد باي اي مين اي دي سي اي سيرجيكال كوميتيز سيفازولين اونلي اند كان بي يوزد ارتيلنتيف كان بي يوزد اف وي اوف وي نيدد لايك الرجي اور سمثينج، لكن سيفازولين هو احسن واحد للبروفلاكسيس فور سيرجري. الادفيرس افكت كروكس اكتيفيتي وذ فور بنسلين الرجي، طبعا ديفرنت فروم وان جروب اور وان كلاس تو اذر، لكنه سام تايمز نوت انكريزينج مور ذان 1% الكروس ريكتيفيتي. راش، ارتيكاريا، بروريتس، سيرم سيكنس، نيتروبينيا اند الفتيز امبيرمنت. كملت البكتيريا انها تسوي ريزيستنت لكل الانتيبيوتيك وصلت الى الثيرد جينيشن فيروس بوريز، وقلنا تطورت الى الايسبيل الاكستندد سبكترم بيتا لاكتيميز. الاكستندد سبكترم بيتا لاكتيميز ما صار يغطيها يعني البكتيريا الكيفيروس بورينز، وصلنا للكيفيروس بورينز ما قدرنا نغطيها حتى لما وصلنا الفورث صار الايسبيل ممكن يتغلب عليها. فاكتشفت الكربابينمز. الكربابينمز طبعا هي ثلاثه موجوده الان تقريبا أربعة، مربينم، إميبينم، إرتابينم and دوربينم. استراكشر هي عبارة عن بيتالكتام رينك and 5 ممبر رينك، طبعا بيتالكتام بس إنها مطورة بحيث إنها will not be destroyed by extended spectrum بيتالكتاميز. طبعا resistance زي ما قلنا للبيتالكتاميز. mechanism of action cellul inhibition زيها زي اي بيتا لاكتام ثانيه. طيب البرود سبكترم اوف اكتيفيتي، يعني الميتا الكربابينم هي ذا برود سبكترم من البيتا لاكتام. تغطي جرام بوزيتيف، جرام نيجاتيف، سودومونس كفرد باي موست اوف ات except الارتابينم. ارتابينم is not covering السودومونس. فعشان كده انا حطيت هنا question mark، يعني كل الكربابينم it can cover all gram negative والgram positive
كسبت الارتبينم not covering some gram negative and some gram positive من ضمنها السودومونس. الكفرنج الارينوبس والكفرج حتى مع ستدي مع الفلاجيل والاذر انتي انيروبس نفس الافكت تقريبا او قريب من الافكت. Reserved for serum infections including spice. Spice طبعا هذا نوع من البكتيريا ممكن تتاثر باستخدام some of antibiotic وتصير تفرز انزيم يحطم الانتيبيوتيك. المربنة ما تتحطم لا بالسبايس ولا بالايس بي. ممكن تسوي سيجر بعضها الهاي دوز اوف امبنم لان الاستدي معمول على الامبنم اصلا. وممكن تسوي نوزيا فوميتنج دايريا تسوي ممكن كلوستريوم ديفيسيل انفكشن ازينوفيليا اند نوتروبينيا از ون اوف ذا سايد افكت. كذا تقريبا الجرام نيجاتيف وصنف جرام بوزيتيف ذكرناها في بيت الاكتام كلها. نجي للفانكومايسين. فانكومايسين واحد من الانتيبيوتيك which we can say it is only for gram positive is not covering gram negative at all. بعضهم يذكر some exception لكن خلنا ناخذها قاعده فانكومايسين is not covering gram negative at all. Structure tricyclic glycopeptide derived from streptomyces orientals. Mechanism of action inhibit synthesis of cellul. اذا فانكومايسين يشتغل ايضا على السلول زيه زي البيتا اكتام لكن زي ما قلنا في الستريب نموني ريزيستنت ما يرتبط في نفس البنسلين بايندينج بروتين اللي يرتبط فيه البيتا اكتام بيرتبط في اذر سايت بالتالي يسمونه دي الانين دي الانين او انالين دي الانين اي دي اي فبالتالي ممكن نستخدمه لو كان فيه ريزيستنت للبيتا لاكتام من ستريب نموني او غيرها من البكتيريا اللي تسوي التريشن للريسبتر. الميكانيزم ريزيستنت طبعا الفانكومايسين ريزيستنت حقته نادره جدا في الستاف لكنها موجوده في الانتروكوكس. الميكانيزم حقها يوجوالي التريشن في الريسبتر. طبعا فيه حالات من ستاف اوريس ريزيستنت للفانكومايسين وهذا طبعا علاجها صعب وديفيكلت وان شاء الله انها ما تكون تزيد. ولو طبعا لو موجوده ريبورت طبعا دايركتلي لانها ما هي كومون بالنسبه لستاف اوريس. انتروكوكس موجوده والالتيرناتيف موجود. الاسبكترم بيغطي الستريب بيغطي الستاف ام ار اس اي وام اس اس اي لكن لو عندك ام اس اس اي استخدم البيتا لاكتام احسن من الفانكومايسين. الفانكومايسين في الام اس اس اي ما هو قوي يعني للمارسيل ما عندك خيار غيره لكن في الام اس اس اي استخدم البيتا لاكتام افضل من الفانكومايسين. يغطي الانتروكوكس يغطي الاورال انروبس صمفت. الاورال has no systemic activity يعني don't use oral for treatment of systemic infection. It is used only for local infection like Clostridium difficile او Pseudomonas colitis بينما الافكتيف والانترافينوس. Can be used for Marseille infection, used for meningitis. The main side effect is nephrotoxicity والاوتوتوكسيستي. الريدمان سندروم. الريدمان سندروم طبعا يحصل due to infusion للفانكومايسين وممكن نحل مشكلته يعني يصير الجسم احمر مع الانفيوجن. ممكن نحل المشكله هذه بس نزود الانفيوجن ريت بدل ما يكون الانفيوجن على مثلا 1 اور نخليها اوفر 2 اورز ولا اكثر بحيث يروح السايد افكت هذه. وحصلت طبعا اكثر من مريض شفناه في الـ في الـ في البراكتس. It can cause leukopenia and it can cause neutropenia. لينزوليد طبعا واحد من الاشياء المطوره عشان اوفر كم صنف ريزيستنت زي المارس اي اللي بتغطي اللي ما بيغطيها البيتاكتام. وممكن برضه لو صار في ريزيستنت للفانكومايسين فبالتالي بيستخدم لينزوليد بدال الفانكومايسين. في ار اي فانكومايسين ريزيستنت انتروكوكس وميثيسيل ريزيستنت استاف ابيديرمس. الميكانيزم انهبت بكتيريال بروتين اذا هذا بروتين انتي بروتين سنسيتيف ما هو زي الاولات يشتغل على السلول.
البايو افيبيليتي توصل تقريبا 100%، يعني اذا اللي بياخذ اورال ولا بياخذ اي في كانها زي بعض في الـ في الـ في الـ في التيشو كونسنتريشن وفي الاكتيفيتي اجينست البكتيريا. اليوز طبعا للسكن اند سوفت انفكشن، يستخدم في الام ار اس اي سواء النمونيا ولا غيرها، يستخدم في التي بي، في الريزيستنت تي بي، يستخدم في الريزيستنت تي بي، يستخدم ايضا في النون توبركلوس مايكو بكتيريا، وهذا طبعا ميزه للنيوزليت انه يستخدم في الثنتين هذه. مشكلته انه لما يستخدم فتره طويله يسوي سايد افكت، يسوي احيانا جي اي توكسيست، ما هو كومن طبعا، لكن ذيرز يعني سم بيشنت ذي ار سينك البانسايتوبينيا بومر وسبريشن. وطبعا في استدي قالت انه تقريبا بعد 10 ايام او 14 يوم من الاستخدام المستمر ات كان كوز فور مور ذان 90% اوف بيشنت بانسايتوبينيا، فبالتالي شود نوت بي يوزد فور لونج تايم. طبعا يخرج منها التي بي، عشان كذا والنون توبركلوس دائما نعالج فتره طويله اذا كانوا ريزيستنت. فطبعا عليه استدي في ديكريز الدوز في الحالات هذه، وكانت افكتيف صراحه لو دوز وبرولونج دوريشن، لكن يو هاف تو فولو ريجولارلي. نيوروباثي بيسوي بيرفرال نيوروباثي زي ما يسوي سم اذر ميديكيشن، وبيسوي برضه لاكتيك اسيدوسيس. الدبتومايسين سايكليك لايبوبيبتايد ات از كوزينج ديبولاريزيشن اوف ممبرين، اذا بيشتغل في السيل ممبرين ما هو في السيل وول ولا بالبروتين سينثيسيس، بيشتغل في السيل ممبرين ويسوي سيل ديث. بيغطي جرام بوزيتيف، ات از انتي جرام بوزيتيف ام ار اس اي والستريب نيموني والفي ار اي. يستخدم في الكومبليكيتد سكن اند سوفت تيشو ستراكشر انفكشن، بيستخدم بكتيريميا، ويستخدم في الرايت سايد اندوكاردايتس. يعني هذا طبعا شيء غريب، الاستدي معمول على الرايت سايد، لكن موست اوف اور سينيورز بروفيسورز اذرز they are using even in left side endocarditis if there is no other choice، لانه غالبا هذا ما نستخدم الا لو فيه مثلا MRSA بس انه ريزيستنت للفانكومايسين، يسمونها فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريوس، او لو فيه انتروكوكس وفانكومايسين ريزيستنت فما عندي تشويس ثاني فنستخدم دبتومايسين. فاذا كان ما في غيره وحتى left side endocarditis you have to use it، لان الاستدي هنا معمول على الرايت سايد. نوت نيمونيا هذه برضه نقطه مهمه جدا، انا ما ادري والله بعض المستشفيات يمكن موجود فيها الدبتومايسين، اغلب المستشفيات اللي مريت عليها ما كان موجود، لكن لو موجود دونت يوز ات فور نيمونيا. ليش؟ لان السرفكتنت الموجود في الالفولاي، السرفكتنت هو عباره عن ماده مبطنه الالفولاي حتى تحميها من الربشر وتحميها من التاثر، بيسوي دي اكتيفيشن للدبتومايسين، يعني بيحطم الدبتومايسين، بالتالي نتيوز في النمونيا. اذا اي واحد جاء عنده نمونيا ديو تو مارس اي او في ار اي واللي ما هو كومن الحمد لله، فدونت يوز دبتومايسين. طيب لو عندك رايت سايد اندوكاردايتس وصار في امبولاي حيروح غالبا لللنج. في الحاله هذه وجدوا ان اللنج ان النمونيا ديو تو امبولاي فروم هارت it can be covered by deptomycin. فاذا لو نمونيا برايمري نمونيا dont use it، لو سكندري للفيجيتيشن وشاورينج لللنج it can cover. سايد افكت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، it can increase المسل انزايم و it can cause myalgia. ودائما نحذر لما نستخدم الدبتومايسين نشوف هل المريض على statins ولا لا، لو هو على statin try to stop it لان بينكريز السايد افكت حقت الدبتومايسين وجود الاستاتين. الترايميثبريم سلفانفكسازول طبعا هو عباره عن اثنين، الترايميثبريم مع سلفانفكسازول بنسبه 1 الى 5. ميكانيزم هو انهبيتنج الفوليك اسيد سينثيسيس، وبالتالي انهبيتنج البكتيريا الثايميدين فورميشن، وبالتالي في النهايه الدي ان اي فبيحطم البكتيريا. برود سبيكترم جرام بوزيتيف انكلودنج مارسي كفرت باي اللي يسمونه
كوترا ميكسازول يسمونه سبترا يسمونه بكتيريم الكومبينيشن هذه. فهذه this is الكفرج حقها جرام بوزيتيف انكلودينج الام ار اس اي، وايضا بيغطي الجرام نيجاتيف البروتياس الايكولاي الكليبسيلا انفلوس انفلونزا مكسيلا كترالس، ما بيغطي الانتيروكوكس، ما بيغطي الانتيروكوكس. ليش؟ لانه الانتيروكوكس they found انها كان يوز الفوليك اسيد حق الهيومن سيلز، فاذا استخدمت الفوليك اسيد من هيومن سيلز ما راح يقدر ما راح يكون في فائده انها تسوي البكتيريم انهبيشن للفوليك اسيد حق البكتيريا، لانها بتحصل وي ثانيه انها تحصل الفوليك اسيد، فبالتالي از نت كفرنج يوجوالي الانتيروكوكس. الانروبس يوجوالي نت كفرت. بايو افيلابيليتي حق الميديكيشن جود، يعني لما تعطي اي في اورال تقريبا تقريبا مقاربه لبعضها في الكونسنتريشن، جود بنتريشن للسي ان اس، بالتالي لو احتجتها في النمونيا في المنينجايتس يو كان يوز ات. ات كان كوز هايبر سنسيتيفيتي از توكسيسيتي، والسلفا طبعا معروفه انها من واحده من الميديكيشن اللي تسوي هايبر سنسيتيفيتي. نيتروبينيا بومر سوبريشن كان كوز انيميا ستيفن جوسن سندروم، وحتى ممكن تسوي حاجه يسمونها تن توكسيك ايبوديرمولايسيس نيكرولايسيس، ف ممكن تسوي سيفير مانيفيستيشن في الرياكشن. كريستال يوريا جي اي مانيفيستيشن اند هايبركاليميا، لان الترايميثوبريوم كومبوننت هذا يسمونه بوتاسيوم سبيرنج، يعني يحفظ البوتاسيوم يخلي الكدني تسوي ابزوربشن للبوتاسيوم. الامينوغلوكوسايدز عندنا جنتامايسين، عندنا التوبرامايسين، وعندنا الاميكاسين. طبعا ميكانيزم اوف اكشن بترتبط في محل يسمونه 30S وبتسوي انهبيشن للبروتين سينثيسيس. اذا شغل الامينوغلوكوسايدز انهبيتنج البروتين سينثيسيس زيها زي الانسولين وزيها زي بعض الانتيبيوتيك اللي بنمر عليها بعد شوي. بكتيريسايدال عندها افكت يسمونه بوست انتيبيوتيك افكت، بوست انتيبيوتيك افكت يعني حتى لو راحت من البلط او راح الليفل حقها لا زال عندها اكتيفيتي في التشو، بالتالي تبقى في الافكت حقها فتره اطول. بعكس البيتا لاكتام، بعكس البيتا لاكتام وعكس الفانكومايسين، ات از كونسنتريشن ديبندنت كيلينج. يعني ايش؟ يعني وانس انك ريتش للليفل اللي بيتغطى به البكتيريا بيقتل البكتيريا خلاص الافكت حقها حصل، وجودها بعد كذا تاثيره بسيط. بعكس البيتا لاكتام قلنا لازم يبقى في البلد او في الليفل حقه في التشو في المحل اللي يشتغل فيه فتره اطول حتى يقوم بالكيلينج افكت حقه. الامينوغلوكوسايد لا، يعني مجرد ما تصل للليفل خلاص بعدها يصير الاكتيفيتي حقها حصلت، ووجودها في بعدها في التشو ما هو بذيك الاهميه الكبيره. يعني بيغطي الايروبيك جرام نيجاتيفز some gram positives، بس غالبا نحتاج في الجرام بوزيتيف مع مع كومبينيشن with other cellule active with other cellule active antibiotic زي البيتا لاكتام زي الفانكومايسين. ما بيغطي الانروبس، هذه برضه نقطه مهمه، ما بيغطي الانروبس، بالتالي اي محل فيه انروبيك انفكشن تتوقع ان يكون فيه انروبيك انفكشن dont use it. طيب فين استخدم؟ استومولايتس with combination with other antibiotic. اندوكارديتس برضو with combination بيسمونها سينرجيزم، سينرجيزم يعني لما المين انتيبيوتيك يقتل نقول مثلا 100 بكتيريا، وجود الجنتامايسين ممكن يوصلها الى 300 او 400، فهذه يسمونها يسمونها سينرجيز سينرجي افكت. يو تي اي كان بيوزد، طبعا في اليو تي اي ممكن نقول انها الوحيده
اللي ممكن يستخدم فيها الامينوغلوكوسايدز الون في كل الانفكشن السيستميك انفكشن. الاستدي اللي بعد 1990 فما بعد الى الان ما ورت ان فيه افكت جيد للامينوغلوكوسايدز مونوثيرابي لوحدها يعني. قبلها كانت تستخدم الون، لكن الان recently we are not using alone, we should put with combination. 3UTI can be used alone if there is no alternative. Usually we will not use it alone, لكن لو ما في alternative البيشنت عنده allergy لكل البكتيريا للانتيبيوتيك، البيشنت كانت تولريت الانتيبيوتيك كلها، فبالتالي ممكن تستخدمها لل UTI alone لان الكونسنتريشن حقها في اليورين او في UTI في اليورين تراكت good. لكن في الاذر you should not use it alone. Febrile neutropenia usually also with combination should not be used alone even in febrile neutropenia. The adverse effect nephrotoxicity إلى تقريبا 50% but if patient is normally in function and you are following the level يعني frequently and you have good follow up usually will not have. Make sure ان البيشنت ما هو dehydrated. Make sure ان البيشنت ما ياخذ other antibiotic اللي may cause nephrotoxicity مثلا زي الفانكومايسين مع جنتا. هذا will increase النيفروتوكسيستي effect للامينوغلوكوسايدز. فبالتالي if you want to use it cautiously and follow the level regularly وافويد ان يكون عند البيشنت other cause للنيفروتوكسيستي. It can cause ototoxicity. Unfortunately, it can be irreversible. في الكوكليير effect النيرف يعني من 0 إلى 62% وفي الستوبلر up to 19% يصير على البيشن عنده dizziness والاستديجيت وأحيانا vomiting ونوزيا وزي ما قلنا أحيانا يكون unfortunately irreversible. Macrolides. Macrolides طبعا من ضمنها الإيرثروميسين وعندنا كلاريثروميسين عندنا أزيثروميسين. الميكانيزم تنهبت بروتين سينسز بالارتباط إلى 50S ريبوسومال بتغطي الجرام بوزيتيف including الستاف ووريوس والستريبنوموني بتغطي الأتيبيكالز وهذا طبعا ميزة للماكرولايتز بتغطي مروكسيلا كتارالس بتغطي هيموفيلوس انفلونزا. طبعا الارثروميسين احيانا ما بيغطي هيموفيلوس انفلونزا وما بيغطي المورسيلا كاتارالس. لو لاحظتوا اللي ذكرنا هنا اغلبها جرام بوزيتيف اكسبت الهيموفيلوس انفلونزا والمورسيلا كاتارالس. الانيروبز يوجوالي از نوت ويل كفرد نوت كفرد باي ماكرولايتس. بيسوي جي اي symptoms nausea vomiting clarithromycin. طبعا كثير من الناس اشتكوا من clarithromycin للنوزيا والفوميتينج. cholestatic hepatitis increase liver function test cholestatic picture. it can prolong QT interval ف you have to be careful في البيشنت اللي عندهم known case of arrhythmia والالدرلي والبيشنت اللي عندهم cardiac disease you have to make sure انه either you are following them up or they are impatient. Just to avoid this side severe side effect or dangerous side effect, avoid to put with this macrolides something which may increase also the QT interval. بعضهم يضيف معها something like quinolones والأشياء الثانية اللي ممكن تزود the QT intervals, فبيكون side effect أكبر. ويصير يدخل patient في arrhythmia ويصير يعني لا قدر الله sudden death even. الكليندامايسين ميكانيزم اوف اكشن انهبت بروتين سينسز برضو ارتبط 50S اتكفر جرام بوزيتيف انيروبز ابف دايفراج. ايوه this is good يعني important point انه الكليندامايسين is not good for bowel anaerobes. if you want to use كليندامايسين for anaerobes use في ال anaerobes اللي موجوده above diaphragm الاورال الريسبيرتوري سيمتوم سيستم. برضو نقطه انه above diaphragm توصل للبرين is not recommended or is not used في البرين. يعني لو البيشنت عنده ابسس وتبغى تغطي الابسس او anaerobic في البرين don't use it.
فإذا دائما نقول قاعدة: البرين فلاجيل، الشست كليندا، الأبدومن فلاجيل. فإذا طبعا الفلاجيل أو المترونزول ممكن تستخدم في كل الأماكن هذه، لكن الكليندا ما تستخدم في كل أجزاء الجسم. إذا بتستخدم الكليندا في الأنروبس بس في الشست والأورال فرورا، avoid using in brain or CNS and avoid using in bowel or abdominal. Excellent bioavailability and tissue penetration. يعني تشو كليندامايسين في التشو is the best. يعني لو عندك soft tissue infection والكليندامايسين sensitive والpatient stable doesn't need هذه نقطة مهمة doesn't need سلول active antibiotic, فyou can use كليندامايسين safely and it is good penetration. Toxicity بتسوي GI symptoms. It is one of the cause of Clostridium difficile colitis, وهذه تقريبا the first case of Clostridium difficile colitis in US was caused by clindamycin. It can cause rash, but this is صراحة rarely, not like the other antibiotic used in toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome هو عبارة عن syndrome caused by the toxin produced by some bacteria. يعني ما شافت البكتيريا نفسها اللي تسوي مثلا السبسيس او الهايبوتنشن، لا، التوكسين اللي تفرز البكتيريا. فالكليندامايسين جود فور ذات. ليش؟ لان له انتي توكسين، يعني يسمونها نن انتيبيوتيك افكت، يعني ما هو ديو تو الكفرج حق البكتيريا او كيلينج البكتيريا، لا، حاجه غير الكيلينج البكتيريا، انه نيوترلايز التوكسين. و ات كان انهبيت الانترليوكينز الانفلاماتوري انفلاماتوري ماركرز او الانفلاماتوري انفلاماتوري اليمنتس اللي بيفرزها البادي، فبالتالي من ناحيتين بيمنع التوكسيك شوك سندروم. توكسيك شوك سندروم يسمونه تي اس اس. فهذه ميزه الكليندامايسين تو بي ادد. وعشان كذا احنا لو تلاحظتوا في التريتمنت حق مثلا النيكوتازين فاشاتس، لو واحد قد عرف عنها وقرا عنها، تحصل الكليندامايسين وان اوف ذا انتيبيوتيك ويتش بريفيرد تو بوت ات، مع ان في استدي على غيرها من الانتيبيوتيك اللي بتسوي نفس الافكت. سيرجيكال بروفلاكسس في حاله ان ما كانت يوز البيتلاكتام زي السيفازولين زي ما قلنا هو ذا بيست، لكن لو ما قدرت تستخدمه وعنده مثلا بيشنت عنده الرجي، فممكن تستخدم الكليندامايسين انستيد. المين صراحة يوز اللي هو السيرجيكال سكين اسوست انفكشنز، لكن ستيل ات كان بي يوزد ان نيمونيا لايك انروبس كفرج في النيمونيا، و ات كان بي يوزد في الاورال انفكشن لو يو كانت يوزد البيتا لاكتام. الفلورو كرونينوز طبعا هي عدة جنريشن. الفيرست جنريشن نورفلوكسوسين البي او، طبعا يجي على شكل بي او. السكند جينيريشن سيبروفلوكسوسين في الاورال وفي الاي في. ثاني جينيريشن ليفوفلوكسوسين في الاورال وفي الاي في، وفي الموكسيفلوكسوسين برضه اورال واي في. اتنهبت الدي ان اي سينسز في البكتيريا باي inhibiting الDNA gyrase. الDNA gyrase هو اللي بيقرب بين التو ستراند وفي الDNA ترتبط مع بعضها لتكون الDNA كامل. فالجيريز هذا هو اللي بيربط بينها، فلما inhibited ما يكون فيه ربط بينها، فبالتالي DNA لا يمكن تكوينها بشكل كامل. Bactericidal most of it، وزي ما قلنا مثلها مثل الأمينو glycosides. It is concentration dependent، يعني لما يوصل الليفل حقها الى فوق الام اي سي حق البكتيريا الافكت حقها حصل. بعد كده وجودها في البادي ممكن ما يكون له ذاك التاثير الكبير زيها زي الانتيبيوتيك الثاني. فهذه ميزه طبعا للكولينوز. السبكترم عندنا قلنا الفيرست جنريشن عندنا السبرو والليفو، هذه بتغطي السيدومونس. سبرو هاي دوز والليفو هاي دوز بيغطي السيدومونس، الباقيات ما تغطي السيدومونس. يعني بعضهم يستخدم الموكسي ويقول هذا شاكين في سيدومونس، should not be used as antisidomonal. سبروفلوكسوسين سيدومونس، ليفلوكسوسين ستريبتوكوكس اند ستافلوكوكس كفرج،
less pseudomonas coverage, but you can use it with high dose, it will cover pseudomonas. The usual dose, and they are giving 500. If you give 750, the references, and if you go to any references, you will find that levofloxacin with 750 milligram, it can cover pseudomonas. لكن في لو قارنا بينها السبرو يعتبر هو المقدم في السودومونس. الموكسي ستريبتوكوكال اند ستافلوكوكس كفرج نو سودومونال كفرج. الموكسي doesn't have سودومونال كفرج. الميزه الموكسي انه كان كفر الانيروبز. كان كفر الانيروبز وقد يكون هو الوحيد منها اللي بيغطي الانيروبز. السبرو ما بيغطي الاستافورس جيد ولا بيغطي الستريب، يعني ما يجي واحد يقول عندي بيشنت ستريب نموني وبستخدم السبرو لوحده، لا. لكن الليفو والموكسي بتغطي طبعا to some extent. Nowadays we are having increasing resistance to this antibiotic. الimportant point الثانية انه we are endemic area for TB، واحنا قلنا ان this antibiotic it can cover TB يعني good coverage، فبالتالي we should not use it for pneumonia. We are avoiding to use for pneumonia حتى لو كانت موجودة في بعض الريفرنسز الامريكيه والاوروبيه، لان التي بي عندهم انسدنس قليل، فبالتالي احنا عشان منطقه اندميك فور تي بي وي ار تراينج تو افويد ذيس تايب اوف انتيبيوتيك. واحنا يعني شفنا بيشنت ادميتد نمونيا ما بيعرف احد انه تي بي، يبدا على واحده من هذه فبيصير بارشل امبروفمنت، المريض تحسن، تروح الفيفر، يروح البيت نحسب انه خلاص تحسن، يرجع بنرزو بالنمونيا، يطلع في الاخير ان المشكله عنده تي بي للاسف وكان بارشلي تريتد. فبالتالي نصيحتي الان صراحه في الـ في الـ في الـ في البراكتس دونت يوز الكوينولونز فور نيمونيا الا اذا ما كان فيه تشويس ثاني، يعني اذا كان البيشنت عنده الرجي لكل الانتيبيوتيك اكسبت الكوينولونز وانت متاكد انها تكون نيمونيا، لان النيمونيا احيانا تتضارب مع التي بي حتى لو كانت لوبر نيمونيا، واضح انها لوبر نيمونيا في الاخير يطلع لك انها تي بي، خصوصا في الاندميك اريا زينا او البيشنت اللي امينو كومبرمايزد او البرايمري تي بي. البرايمري تي بي يعني اخذ البكتيريا او التي بي وطلع عنده النيمونيا، فبرايمري تي بي احيانا يظهر زي اللوبر نيمونيا، فبالتالي بي كيرفول فور يوزنج ذس فور ستريب، لانه مكتوب هنا ستريب كوكاس ستافل كوكاس كفرج، ف وي شود نوت جمب اند يوز ات. يعني بعض الاماكن ممكن تكون كويس فيها، لكن عندنا احنا ك endemic area we should try to avoid. Reserved for gram negative infections and beta lactam allergy or penicillin resistant strep pneumonia. احنا قلنا we should not jump and use it unless we have no other choice. Toxicity CNS toxicity. صراحة في السنة الماضية تقريبا أظهرت الأوروبيان كوميتي فور أنتيبيوتيك تقريبا أو كذا قرار باحتمال سحبها من الماركات أو من صيدليات المجتمع في بعض الدول، لأن وجدوا أن السايد افكت حقته أكثر من افكت. بعض الريفرنسز تقول دونت يوز الأنتيبيوتيك ومن ضمنها الكويلونز لو كانت ريزيستنت ريت حقتك في الكوميونتي اكثر من 20%. للاسف وصلنا في بعض حاجه يسمونها انتيبيوجرام، يعني يقيس لك الريزيستنت حقت الانتيبيوتيك في المجتمع، وصلت في بعض الاستدي الى تقريبا 50% او اكثر في الكويلونز للاسف. فبالتالي ما دام السايد افكت حقته اكثر من الافكت فالافضل انه ما يستخدم بشكل كبير ولا يفتح المجال له الا في حالات نادره. ممكن يسوي جي اي سيمتومز خصوصا الموكسي. الموكسي صراحة كثير من الناس يرجع يشتكي من النوزيا والفوميتينج والديزنس، it can cause QT prolongation، عشان كذا قلنا don't use it مع الماكرولايدز. الماكرولايدز إذا كان استخدمت معها الكويلونز حزيد السايد افكت حقها بشكل كبير. فوتو سنسيتيفيتي ممكن يسوي فوتو سنسيتيفيتي. الهايبو والهايبرغليسيميا is common side effect of this. Tendon rupture also it can happen but it's not that common. Confusion. الالدرلي بيرجع بعد ما اعطيه الكويلونز يرجع الى المستشفى يقول القريب له مثلا والله انا الوالد ما صار يركز. واحد من ضمنها ابحث عن المديكيشن حقتها، شوف هل فيها كويلونز ولا ما فيها كويلونز. كويلونز it can cause CNS side effect خصوصا في الالدرلي. مترونيدازول
disrupt the DNA and inhibit the nucleic acid synthesis. Spectrum good for bacteroids اللي هو الانيروبز اللي في الابدومن. عشان كده احنا قلنا الكندمايسي ما تستخدم في الابدومن, لكن الميثنوزول is good في الابدومن. Clostridium difficile covered by anaerobes, by metronidazole, while it is resistant to clindamycin most of the time. It can be used for H. pylori, وهو واحد من الجايدلاين في التربل ثيرابي حقت ال H. pylori. البيوفيبيليتي حقته كويسة من الاي في مع الـ مع الـ مع الاورال. وايد ديستريبيوشن في التشو, كان بي ديستريبيوتد في التشو, وكان also work in blood. It can cause GI side effect. It can cause metallic taste, وهذه توقع واضحة وملحوظة عند الناس خصوصاً اللي يسوون عملية أسنان ولا شغل في الأسنان ويأخذون الميتروزول, يرجع لك يقول لك أنا عندي metallic taste. Sinus. إذا قلنا كلندامايسين في الأنيروبز لا تستخدمها في السينس, never use في السينس كلندا for anaerobic coverage, استخدم الميتروزول. ونيفر يوز الكلندامايسين في الأبدومين coverage في الأنيروبز, استخدم الميتروزول. بينها في الشست أنت بالخيار بين كلندامايسين وبين الميترونيدازول. It can cause peripheral neuropathy. هذه طبعاً نقطة أحياناً ما ينتبهوا لها الناس كثير, ويستخدم الميترونيدازول فترة طويلة ويقول هذا آمن. حتى مثلاً يجي دائرية بسيطة يروح للجي بي يعطيه فلاجيل ويقول هذا آمن, روح الصغار الكبار. للأسف أحياناً يكون peripheral neuropathy هذا irreversible, يعني ممكن ما عاد يرجع للأسف. We should be careful مع أي antibiotic, مش بس الأشياء هذه تعبرها سهلة وخذها وخلاص. الكلينيكال يوزز انترابدومينال انفكشن, هيليكوباكتر بايلوري, سين اس انفكشن, والكلوستريدوم ديفيسيل كولايتس. ما ادري يا شباب تبغون نوقف ناخذ بريك ناخذ شيء ولا نواصل يا شباب؟ معنا منظمين مشاري مرحبا يا دكتور. ايوه تبغى نواصل ولا نفتح شوي؟ طيب اوكي ناخذ بريك الان. اي طيب كم تبغى المده؟ 10 دقائق. طيب اوكي 10 دقائق نرجع ان شاء الله 10:35 بالضبط باذن الله. شكرا لك.
لكنه بيأثر على الفيميلز، يعني يمكن أكثر ما شفنا الفيميل طبعا، فما دزم مين المان بس ردمان عشان يعني كاسم ولا كافكت، كان افكت الميل والفيميل، وهو عبارة عن اوتومين رياكشن. طبعا بيصيب الجزء الأعلى من الجسم في الغالب، ما 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 ينزل أسفل، ومجرد ما نخلي مدة الانفيوجن أطول يختفي تماما، ما يصير فيه المشكلة هذه، وبالتالي نرجع نكمل الفانكوميتي، لأن البعض للأسف إنه لما نشوفه يخاف فيوقف الفانكوميتي ويروح يدور لها شيء آخر، وبالتالي بيكون في أبيوز للأنتيبيوتيك، وممكن يحصل على أنتيبيوتيك ما هو مناسب، يعني الفانكوميتين أقوى منه، والحل فيه بسيط. فهذه مهمة جدا أثناء البراكتس إن شاء الله في المستقبل. تمام. طيب السؤال الثاني دكتور يقول الدكتومايسين كان أفكت ذا أذر نيموكوكال سيبسيز رضر ذان نيموكوكال نيمونيا. أغلب النيمونيا الستريب بيأثر عليها، كان أفكت على الستريب، لكن في الغالب ما نلجأ له إلا في حالات نادرة، اللي مثلاً الاندوكاردايتس اللي ما تستجيب للفانكومايسي أو ما تستجيب لأضر أنتيبيوتيك، فمثل ستريب فريدانس ستريب نيموني اتكان افكت، يعني ممكن تستخدم دوبتمايسين الستريب نيمونيا أو الستريب فريدانس اللي بتسوي اندوكاردايتس، لكن زي ما قلنا المهم الستريب نيمونيا، الستريب تكوكس نيمونيا اللي بتسوي نيمونيا في اللنك، don't use it is not effect at all. تفضل. جميل دكتور. طيب نقدر نكمل الآن، لأن هذه تقريبا الأسئلة اللي وصلت. طيب بسم الله. احنا قلنا في المترونزول، أظن خلصنا المترونزول وما فيه تتراسايكلين جروب. تتراسايكلين طبعا لازمنا في بروتين سينسيس انهيبيشن بكتيريوستاتيك فور ميني جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا تنكلود التتراسايكلين دوكسايكلين مونوسايكلين افكتيف اجينست الستاف اوريوس انكلودينج المارس اي موست اوف ذا تايم، وطبعا الريزيستنت ريت لها في المارس اي قليله صراحه الان، يعني لا زالت افكتيف. يعني الاتيبيكال اورجانيزم ممكن تعطي الاتيبيكال، طبعا الاتيبيكال اورجانيزم اتيبيكال يسمى اتيبيكال لسببين. السبب الاول كلينيكالي البرزنتيشن حقه ما هو زي التيبيكال اورجانيزم، تحصل مثلا واحد بنيمونيا ويجيك بصداع، يجيك بانكريز الليفتيز جي اي سيمتومز، هذا من ناحيه الكلينيكال برزنتيشن. من ناحيه ثانيه ان البكتيريا هذه ما لها سلول زي الاذر تيبيكال بكتيريا، فبالتالي تحصل ان البيتا لاكتام والفانكومايسين والاشياء اللي تشتغل على السلول ما تغطيها. هذه قاعده مهمه جدا لما يجيك بيشنت في الطوارئ او يجيك بيشنت وعنده نمونيا، فتحطه مثلا على سترونج انتيبيوتيك مثلا زي ما يفكرون مثلا روبينام ولا تازوسين ولا يسير، فالاتيبيكال بكتيريا هذه ما تغطت لانها ما يشتغل ما فيها سلول عشان يشتغل عليها البيتا لاكتام، بالتالي الحل فيها نستخدم شيء ما يشتغل على السلول زي ما قلنا الماكرولايد والتتراسايكلين زي الدوكسايكلين والمونوسايكلين والدوكسايكلين، بتغطي البروسيلا، بتغطي الكلاميديا از اتيبيكال، وبتغطي اذر اتيبيكال اورجانز زي اللوجينيلا والاذرز. كلينيكال يوز سكين سوفت تشو انفكشنز في المايلد كيس، مايلد كيس وعندك سكين سوفت تشو انفكشن وعندك مثلا ستاف اوريوس او مارس اي، فممكن تستخدم الدوكسي ولا التترا ولا المينو في السفير، تراي تو افويد ات وشوف لك البيتلاكتام انتيبيوتيك او سلول اكتف انتيبيوتيك. الكوميونيتي اكوارد نيمونيا اتس جود فور كوميونيتي اكوارد نيمونيا عشانها بتغطي الاتيبيكال وبتغطي برضه الستريب نيموني، الستريب نيموني بتتغطى بالتتراسايكلين وبالدوكسايكلين، ف اتس جود فور ذات. وطبعا ممكن تستخدم كمونوثيرابي، واحده من الجايد لاين الامريكان انه ممكن تستخدم كمونوثيرابي بس في البيشنت اللي ستيبل
اللي بيروح البيت اللي ما عنده كوموربيديتي وانت متاكد انه بكتيريا نيمونيا، فهذا اللي ممكن يعطون مونوثيرابي. وتوقع واحد هذه واحده من الاشياء اللي ممكن تستخدم كمونوثيرابي في بعض البيشنت. اما البيشنت اللي كوموربيديتيز سيك ادمشن فتراي تو افويد مونوثيرابي باي ذس انتيبيوتيك. تكنكبر بروسيلا واحدة من الجايد لاين حقة البروسيلا تريتمنت و سيكشوال ترانسميتد ديزيز. السايد افكت الموست كومن حقها الجي اي، بتسوي طبعا واحدة من الاسباب او السايد افكت اللي بتسويها الايسوفاجايتس التهاب اسفل المري، واحيانا يكون سفير فيري سفير خصوصا لما ياخذها الشخص ثم ينام او يسترقي على ظهره بسرعة. فبالتالي احنا نقول لهم لما ياخذوا ديك الساكنة مثلا للبروسيلا ولا لأي بكتيريا، نقول لهم لما تاخذ الانتبيوتيك هذا خذ معه كمية كبيرة من المياه ولا تستلقي على ظهرك لمدة لا تقل عن ساعة إلى ساعة ونص حتى يمتصها الجسم وتروح في المعدة والأمعاء. أما أخذها ثم النوم والاسترقاء بعدها مباشرة فهذا يسوي سفير إسوفاجايتس، وأحيانا يصير فيه كومبليكيشن مع الإسوفاجايتس. الفوتوسنسيتيزيشن دائما نقول لهم لما تاخذوها ما تطلعوا للشمس لانها بتسوي بلاك ديسكريليشن، يصير لون السكن بلاكش، ممكن تسوي فيرتايجو. وايضا من الاشياء المهمه اثناء اعطاء الميديكيشن هذه ان تقول له ما ياخذ بعدها مشتقات الالبان. لما ياخذ مشتقات الالبان يكون احتمال عدم الامتصاص عالي جدا، يعني يمكن يمنع امتصاص التتراسايكلين والدوكسايكلين خصوصا في التريتمنت في بروسيلا، هي الكومنلي يوزد اللي هو بروسيلا تريتمنت. التريتوسايكلين هذه كان لها مشاكل في الكفرج، وطبعا طورت عن طريق اضافه بعض الكيميكال ستراكشرز، فظهرت عندنا الجلاي سايل سايكلينز جلاي سايل سايكلين اللي من أهمها واللي متوفر منها الآن في المستشفيات تتوقع التيكا سايكلين. هي طبعاً IV ما في أورال فورم لها. الأكتف أجينست جرام بوزيتف، أغلب الجرام بوزيتف إنكلودينج مارس أي، وأكتف أجينست الجرام نيجاتف موست أوف جرام نيجاتف إكسبت البروتياس البروفيدنشيا والمورجنيلا والسودومونس. هذه أربعة أورجانيزم نتكفر بتغطي انروبس كويس وبتغطي الاتيبيكال اورجانز. فاذا المهم هنا ان السودومونس ما تتغطى بالتيجا سايكلين لان هذه موجوده في المستشفيات واحيانا تستخدم كانها برود سبكترم قوي، لكن لما يكون البيشنت عنده كويري سودومونس انفكشن او جرام نيجاتيف زي البروتياس والبروفيدنشيا والمورجانيلا دونت يوز ات لانها ما تغطيها. ات از ابروفد فور كومبليكيتد سكن اند سوفت تشو انفكشن وانترا ابدومينال انفكشن. اذا هي تستخدم في السكن والسوفت تشو انفكشن والانترابدومن انفكشن، وطبعا في النمونيا كانت ابروفت قبل كذا وبعدين ما صارت صراحه الابروف حقها جيد لانها الكونسنتريشن في اللنك تشو كونسنتريشن في التيكا سايكل اللنك تشو ما هو جيد. فبالتالي dont use it alone as monotherapy for pneumonia. يعني بيشنت عنده نمونيا وسفير وفي المستشفى ما تستخدمها لسببين، لو كانت سودومونس او بروفيدنشيا او بروتياس او مورجانيلا او امبريكال بحيث ان المريض يمكن يكون له سودومونس خصوصا في المستشفى، وايضا ما تستخدمها لان الكونسنتريشن في التشو ما هو جيد فما تستخدمها تستخدمها لوحدها فما هي جيده في النمونيا. السايد افكت كومن الجي اي سيمتومز، يعني قبل يمكن اسبوع ولا كذا اعطيتها مريض عندي نوزيا وفومتنج رهيبة صراحة. فبالتالي بعض الفيزيشن أو بعض الريكومنديشن أنه يعطى معاها أنتي إميتيك مضاد للغثيان والتطريش حتى مع قبل ما تسير عنده، يعطى الجرعة ويعطى قبلها الأنتي إميتيك، لكن لو ما تحمل فيشود أفويدت. بتزود الليفر فانكشن تيست، وممكن تسوي برضه في بعض الأحيان بنكرياتايتس، ممكن تسوي بنكرياتايتس. بوليمكسين طبعا عندنا بوليمكسين بي والكوليستين. الكوليستين اتوقع هو اللي متوفر الان في اغلب المستشفيات المملكه العربيه السعوديه، شفناها في كثير من المستشفيات صراحه. البوليمكسين نادر ما نحصله. ات از مينلي انديكيتد فور انتيبيوتيك ريزيستنت، يعني ما يستخدم
من الأول دائما نستخدم لما أما المريض ما تحسن على الانيشال أنتيبيوتيك أو من المريض متوقع يكون عنده ملتي دراج ريزيستنت بكتيريا، يعني بكتيريا مانعة الكثير من المضادات الحيوية اللي معروفة، أو يظهر عندها كلتشر فيها الام دي ار، فبالتالي ذاك الوقت يو كان يوز ات. ما في الا اي في طبعا، وممكن يستخدم نيبولايزيشن. مشكله النيبولايزيشن احيانا يسوي برونكوسبازم في بعض البيشنت، ف ات كان بي يوزد لكن يو شود بي كيشس وذ ذس. وشفنا واحد دخل في برونكوسبازم ودخل الاي سي يو، فبالتالي يعني شود بي يوزد وذ كوشس في النيبولايزيشن فور. الاي في متوفر طبعا بيغطي فقط الجرام نيجاتيف، بيغطي فقط الجرام نيجاتيف، لا يغطي الجرام بوزيتيف طبعا باستثناء تقريبا 5 او 6 منها، فما يحتاج نذكرها الان، لكن ممكن ترجع لها قبل ما تبدا الانتيبيوتيك الكولستين، لكنه ما تستخدمها في الجرام بوزيتيف ابدا، يستخدم فقط للجرام نيجاتيف. الادفيرس افكت نيفروتوكسيستي هذا كومون طبعا، في بعض المستشفيات تعمل ليفل لكنه ما موجود، ما متوفر ليفل عندنا في بعض الكثير من المستشفيات. طبعا ممكن يسوي سيجر، ممكن يسوي كونفيوجن، فبالتالي هو عنده برضه نيوروتوكسيستي، اذا بيسوي نيفروتوكسيستي وبيسوي نيوروتوكسيستي. طبعا هذا ملخص لبعض الانتيبيوتيك والميكانيزم فاكشن حقها. استيرول سينثيسيس قلنا البيتا لاكتام والفانكومايسين، في الفوليت سينثيسيس عندك الكوتراميكسازول، تتراسايكلين، بروتين سينثيسيس، الماكرولايدز كندامايسين النزليد وكلورامفينيكول، هذه برضه بروتين سينثيسيس، سيل ممبرين البوليميكسين والدبتومايسين، الدي ان اي جيريز عندنا الكوميلونز، والار ان اي بروميريز عندنا الريفامبسي. فهذا طبعا ملخص للاشياء اللي ذكرناها. هذا الكفرج البنسلين قلنا غالبا الجرام بوزيتيف، فيه بعض الجرام نيجاتيف لكنها ما هي من الكومن اورجانيزم اللي تغطى بالجرام نيجاتيف بالبنسلين. الاموكسيسيلين والامبيسيلين بتغطي الجرام بوزيتيف مثل الانتروكوكس ومثل ستريب نيموني، لكن ما بتغطي الستاف اوريوس زي ما قلنا. بتغطي الجرام نيجاتيف جيد مثل الايكولاي، مثل البروتياس، مثل الكليبسيلا. طبعا الاوغمنتين اضاف لها انه يغطي الستاف اوريوس في الجرام بوزيتيف، وبيغطي مصطفى في الجرام نيجاتيف صراحه. الميتسيلين والوكسيسيلين هذا من اللي سميناه ستاف انتي ستاف بنسلين، فهذا بيغطي من الجرام بوزيتيف في الستاف. ببراسيلين تازوبكتام وتكراسيلين هذا تزود الكفرج الجرام نيجاتيف حتى وصل للسدومونس، فبالتالي يصير يغطي السدومونس. الكيفالوسبورينز فيسجينيشن بيغطي الجرام بوزيتيف مينلي وصم جرام نيجاتيف. سكند جنريشن بيغطي الجرام نيجاتيف وممكن يغطي الجرام بوزيتيف. ثيرد جنريشن كيفالوسبورينز بيغطي الجرام نيجاتيف، والسيفتازيم الوحيد يغطي سيدومونس من بين الثير جنريشن كفارسبوليز. فورث جنريشن استفيبين بيغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. الفيفث جنريشن قلنا سيفترولين وسيفت بايبرول، ميزتها انها بتغطي كلها المارس اي زي الثير جنريشن لكنها تغطي المارس اي. الكربابينم بتغطي اغلب البكتيريا اكسبت المارس اي، والارتابينم ما بيغطي سيدومونس. استرونام بيغطي الجرام نيجاتيف. كويلونز بيغطي الجرام نيجاتيف وستريب وستاف، وطبعا بيغطي سيدومونس السبرو وهاي دوز ليفو. الامينوغلوكسايدز بتغطي الجرام نيجاتيف وغالبا ممكن تغطي الجرام بوزيتيف طبعا وذ كومبينيشن، شود بي وذ كومبينيشن. الكوتراميكسازول وان اوف ذا برود سبيكترم بتغطي most of the gram positive and gram negative and it can cover MRS A. الماكرولايتس برضه بتغطي الجرام بوزيتيف، جرام نيجاتيف كفرج حقتها ما هي قوية except الهيموفيلس انفلونزا، وممكن تغطي MRS A إذا كان سنسيتيف لها. الدوكسيكلين والتتراسايكلين بتغطي MRS A وتغطي some of gram positive and gram negative.
التيجاسايكلين one of the broadest spectrum antibiotic, بس قلنا it lack coverage of pseudomonas والمورجينيلا والبروتياس والبروفيدنشيا. كلدامايسين it is anti-staff including MRSA و it can cover some gram positive لكنها ما هي كويسة في الستريب. Strip is not good covering strip. Vancomycin, it's good for most of the gram positive. Daptomycin, same as vancomycin. بتضيف عليها أنها بتغطي الفانكومايسين resistant staph aureus والفانكومايسين resistant enterococcus. لينوزوليت برضو بتغطي نفس الكفرج وبتضيف عليها أنها فانكومايسين resistant بتغطى برضو بالنوزوليت. الأنيروبز بيغطيها ال بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز انهبيتر لو حطيتها مع بعض, وبيغطيها السيفوكسيتين والسيفوتتان, كنا هذا الوحيد من الكيفالاسبرينز اللي بيغطي الانيروبز. الكابابينم بتغطي الانيروبز. الموكسيفلوكساسين الوحيد من الكويلونز اللي بيغطي الانيروبز. وطبعا ميكلايدز بيغطي الاتيبيكال. التيجاسايكلين والتتراسايكلين بتغطي الاتيبيكال. الكيندامايسين بتغطي الانيروبز, قلنا اكثرها في الشست, في الشست فوق في البرين وتحت في الابدومن, should not be used. اتوقع بكذا انتهينا من الثيوريتيكال بارت, يعني بقدر ما استطعنا ان غطينا الثيوريتيكال بارت. نبدا في تطبيق الثيوري هذا على الـ على الـ على البراكتس. إن شاء الله نبدأ بشكل هذا, أنا من ننهي الموضوع بدري بإذن الله تعالى, ما يحتاج نطول ونترك المجال للأسئلة أكثر, حتى اللي عنده سؤال ولا كذا نقدر نستفيد إن شاء الله من بعضنا. فاللي درسناه الآن البكتيريا والأنتيبيوتيك how to cover وأنواعها, هذا نبدأ نطبقه على الجزء العملي الآن. قبل ما تبدأ أنتيبيوتيك, قبل ما تبدأ أنتيبيوتيك لأي بيشنت جاك في المستشفى وطلب منك انك تشوفه, طلب منك انك تشوفه, giving the antibiotic for any patient بيكون اما prophylaxis, يعني تمنع انها تحصل infection. والبروفلاكسس طبعا مقسم, اما انه primary prophylaxis يعني المريض ما قد جاه اصلا infection لكن بتعطيه البروفلاكسس عشان ما يصير فيه الانفكشن من اول مره, او سكندري قد جاها انفكشن وتمنع ما يحصل مره ثانيه. فهذه طبعا ما هو مهم طبعا ان نركز فيها ولا نطول فيها لانها في الغالب ما هي امرجنسي, وهذه يحتاج لها جلسه, وحتى احنا احيانا نجلس ونفكر هل نعطي ولا ما نعطي, فبالتالي هذه ما هي ذيك الاهميه. بلي امتف هو عباره عن اعطاء التريتمنت لمريض ما عنده طبعا سيمتومز ولا ساينس لكن عنده ماركر يدل على ان فيه بكتيريا او فانجل انفكشن موجود, فبالتالي هذه ايضا ما هي حالات من الامرجنسي, هذه برضه ديبند على الدسكشن. المهم عندي ثنتين ثانيه الاخيره اللي هي امبريكال وتارجت ثيرابي. مهمه الانفكشوال ديزيزز او اي دكتور صراحه, وهذه مهمتنا جميعا, انه تو ريتش تارجت. تارجت يعني فيه كلشر وتعطي انتيبيوتيك اجينست الكلشر الموجوده, البكتيريا موجوده في الكلشر. لكن انت لو ضيعت الثلاث الاولى هذه راح تضيع التارجت. فانا احاول اني ما استخدم هذه الا في ضروره تمنعني اني انتظر حتى اشوف التارجت. وهذه طبعا من ضمنها مثلا بيشنت انستيبل, واحد في الطوارئ سك وتجي تقول والله انتظر كلشر تطلع, هذه ما هي تصرف سليم. فاذا بنفيت وريسك, انا بفقد او ممكن اني احاول اني اخذ بقدر ما استطيع كلشر قبل ما ابدا الانتيبيوتيك حتى يصل عندي التارجت وابدا على طول. الامبريكال ستارتنج انتيبيوتيك بيفور نوينج الكلشر بيست ان ذا موست لايكلي اورجانز, يعني بيشنت عنده انفكشن يكون عندي باك جراوند ايش الكومن اورجانزم اللي مسوي الانفكشن هذا, وابدا الانتيبيوتيك بيست عليه وانتظر حتى تطلع الكلشر. هذا زي ما قلنا البيشنت انستيبل ما يمكن اتاخر عنه, او ان البيشنت عنده انفكشن وسويت كلشر وانتظرت وما طلع فيه كلشر تخدمني, فبالتالي اضطر اني ابدا امبريكال واعطيه على حسب ما اتوقع ان الموست كومن اورجانزم في هذه المرحله. فاذا مهمتنا كاي دي ان
نتمنى او كاي فيزيشن عشان ما اوفر يوز او اندر يوز الانتيبيوتيك ان نوصل للتارجت ثيرابي التارجت اورجانزم. لو ما قدرنا لاي سبب فممكن نستخدم الامبريكال نعطي انتيبيوتيك اكوردنج للموست لايكلي اورجانزم وانتظر الكرشه حتى تطلع. يعني احاول قبلها اني اخذ السامبل العينات اللي ممكن تخدمني انها تطلع الكلشر لاني مجرد ما ابدا انتيبيوتيك ممكن افقد اني احصل على كلشر بعد كذا. ايضا قبل بدايه الانتيبيوتيك في اسينشال كويستشن لازم تساله نفسك قبل ما تبدا الانتيبيوتيك. Does the patient have infection؟ وهذا اللي نقول دائما الفيفر doesn't mean infection. الحرارة لا تعني إن فيه التهاب أو عدوى بكتيرية. الحرارة ممكن تكون من أشياء مناعية. الأوتوميون ديزيز. روماتويد أرثرايتس، السليل. إحنا واحدة من الديفرنشال حق الفيفر أوتوميون ديزيز. ممكن تكون من 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 أذر ميديكيشن. ممكن تكون من unknown reason. ممكن تكون لا قدر الله من مالجنسي. سرطان او اورام تسوي لك حراره فما داعي انك تعطي انتيبيوتيك. فاذا اول ما تشوف مريض تسال نفسك هل هذا عنده انفكشن او تشوف بالاكزيميشن شيء معين وتشوفه تقول هذا ما هو انفكشن. فتشوف اول شيء السؤال هذا اجابته نعم ولا لا. مفروض تكون اجابته نعم. اذا كانت اجابته نعم يجي السؤال الثاني فين الانفكشن. هو في انفكشن لكن فين الانفكشن؟ لان هذا بيدلني على اول شيء نوع الاورجانزم اللي موجود كل محل عندنا في الباك جراوند حقنا ونعرفه فيه بكتيريا معينه هو اللي تسوي انفكشن في المحل هذا. فاذا هل عنده انفكشن؟ اذا كان عنده انفكشن فين محل الانفكشن؟ الامر الثاني اللي بتفيدني فيه انه نوع الانتيبيوتيك اللي بستخدمه بناء على البكتيريا وبناء على هل يوصل الى المحل اللي هو فيه الانفكشن هذا ولا لا. ايش الموست لايكلي اورجانزم؟ هذا وجود السايت اللي تتوقع فيه الانفكشن او اللي بتشوف فيه الانفكشن هذا بيدلك على الموست كومون اورجانزم في هذا المحل. هل الانتيبيوتيك او الانتي ميكروبيال هنا بيضم بالانتيبيوتيك والانتي فايرال والانتي فنجل؟ وهذا طبعا ما هو مجال حديثنا الان. الانتيبيوتيك هو المجال حديثنا. هل الانتيبيوتيك ضروري في هذا المريض؟ ايوه يعني في انفكشن وممكن يكون بكتيريا انفكشن والانتيبيوتيك ما هو مهم فيه. اكبر مثال على هذا هو الجاسترونترايتس. الجاسترونترايتس بكتيريا والسايت معروف والسيمتومز معروف ورغم ذلك اغلب الجاسترونترايتس ما تحتاج انتيبيوتيك. ما وجد ان الانتيبيوتيك فائده في الجاسترونترايتس سواء بكتيريال ولا فايرال ولا واتفر. في ناس معينين ممكن نعطيهم او يحتاجوا انتيبيوتكس من الجاسترونترايتس هذولا ناس يعني لهم كريتيريا معينه. اما بشكل عام فما وجد ان الناس اللي اعطوهم انتيبيوتيك واللي ما اعطوهم انتيبيوتيك ان في فرق بينهم في الجاسترونترايتس حتى لو كانت بكتيريال جاسترونترايتس حتى لو كانت فود بوزنينج. لكن انت لا تضيع ولا برضه تزود استخدام الانتيبيوتيك. فهذه كل مريض له وضع خاص في استخدام الانتيبيوتيك. What is the optimal choice of antibacterial؟ هذا بيعتمد على اجابات الاسئله الاولى. ايش الافضل انتيبيوتيك ممكن نستخدمه لهذا المريض؟ ايضا قبل استخدام الانتيبيوتيك لازم تعرف الانتيبيوتيك اللي بتستخدمه. خلاص انت قررت ان المريض عنده انفكشن وان الانفكشن في محل معين انت عرفته وان عرفت الموست لايكلي اورجانزم وعرفت ان الانتيبيوتيك مهم في هذا المريض. فالاختيار يعتمد على اشياء كثيره. الابزوربشن كيف الانتيبيوتيك ابزوربت وهذا طبعا ما بدي ادخل عميق فيه بس انت بتعرف ان هذا الميديكيشن يصلح اي في يصلح اورال ما يصلح اورال. فهذا طبعا بيكون على حسب الريفرنس حق الميديكيشن. distribution هل بيوصل للسايت اللي فيه انفكشن؟ ممكن اعطيه انتيبيوتيك مثلا البيشنت عنده سي ديفيسل سودوموناس كولايتس اجي اعطيه اي في انفانكوميسين
فانكومايسين اي في ما يوصل للمحل اللي فيه الكلوستريديوم. مريض عنده منينجايتس او عنده ابسس برين ابسس، قلنا البرين ابسس الكليندامايسين ما يوصل للبرين ابسس، فلازم اعرف هل يوصل للمحل بكونسنتريشن كويس ولا ما يوصل. الميتابوليزم اللي هو الاكسكريشن ديستريبيوشن، بعد كذا الاكسكريشن في اليورين او في او في الفيسس. الاشياء المهمه اعرفها الفارماكو داينامكس، دراج كونسنتريشن، هل يحتاج نتابعه ولا ما يحتاج تتابعه، بعضها يحتاج انك تتابعه عشان تشوف هل هو افكتيف ولا لا. كونسنتريشن ديبندنت ولا ديبندنت، وقد ذكرناها قلنا كونسنتريشن ديبندنت، قلنا كونسنتريشن ديبندنت يعني لازم يكون الليفل فوق التاثير على البكتيريا طول الوقت، وقلنا التايم ديبندنت او كونسنتريشن ديبندنت انه يكون مره واحده يصير الافكت وبعد كذا خلاص، والتايم ديبندنت انه يكون طول الوقت لازم يكون فوق الام اي سي حق البكتيريا اللي هو اقل تركيز للانتيبيوتيك قادر على تثبيط البكتيريا، فيكون طول الوقت على الحد هذا. من ضمن الكومون انفكشن، الكومون انفكشن اللي نشوفها والسيريوس، انا اخترتها كسيريوس يعني يمكن ما يكون بشكل كبير الا في بعض الاماكن وفي بعض الاحيان الاوقات، لكنها عشانها سيريوس انفكشن. فعندنا المينجايتس، المينجايتس الديفينيشن حقها هو عباره عن الانفكشن اوف مينينجز، يعني اللايرز او الطبقات المحيطه بالدماغ، فهذه يسمونها مينينجايتس. طبعا ممكن توصل الدماغ فتصير مينينجو انكفالايتس، واحنا طبعا احنا مركزين على البكتيريا. كيف يحصل الدياجنوستس حق المينينجايتس او مينينجو انكفالايتس؟ طبعا المريض يجيك بهستري، يقول لك والله عندي هيدك، يقول عندي فوميتنج، بلارد فيجن عشان الانكريز انتركرانيال بريشر ولا الفوتو سنسيتيفيتي، يقول اذا فتحت عيوني يصير عندي صداع او ما اقدر افتح عيوني، هذا بسبب الانفلاميشن حق المنينجز. يقول ما اقدر اعطف رقبتي او الف رقبتي يمين ويسار. في الغالب يكون قبلها حاجه ادت اليها، اما انه يكون عنده عمليه فتحوا الدماغ، لان المحل استرايل، المحل معقم، ما فيه اللي هو المنجز وما حولها والبرين والسي اس اف، هذه يعني استرايل، ايش اللي يخليه يوصل لها البكتيريا. اما يكون سوى عمليه او عنده مثلا شنت لا قدر الله الله يشفيهم جميع اللي هو التفريغ، انبوب التفريغ، او يكون مثلا حادث ادى الى كسر في الجمجمه لا قدر الله، فيكون محل له دخول البكتيريا، او يكون جاه قبلها سور ثروت، هذا في الكوميونتي اكوايرد، يعني مريض جاه قبلها سور ثروت ودخلت البكتيريا للدماغ عن طريق محل الاتصال بينها وبين الثروت، او يكون مثلا من محل اخر، مثلا جاه انفكشن في محل وراح عن طريق البلد وراح للمنينجز. فهذه الاشياء اللي تركز عليها في الهستري. تركز في الهستري ايضا متى بدات، إذا كانت كرونيك نادرا ما تكون ديوت بكتيريا، البكتيريا الانفكشن في المينجايتس غالبا كلينج، وبالتالي ما تاخذ وقت طويل حتى يجي المريض المستشفى، تحصله يجيك سك ويجيك بدري. فبالتالي من ضمن الأسئلة اللي تسألها لابد تسأل متى بدت السيمتومز معه. الأمر الثاني العمر، الناس اللي اعمارهم كبيره، احنا نتكلم عن ادلت، يعني التشيلدرن طبعا برضه الصغار عندهم ريسك، والادلت اللي فوق 50 سنه عندهم ريسك ان يكون عندهم نوع من البكتيريا بسبب الاميونيتي، وما الاميونيتي تدخل للبرين وتسوي لك الانفكشن اللي هي الاستيريا، فبالتالي هذه تفرق معاك في المانجمنت حق البيشنت. فيزيكال اكزاميشن، تحصل البيشنت لو كانت ترو منينجايتس، خصوصا البكتيريا المنينجايتس، متغطي بغطاء ما يحب يشوف النور، لوكس سيك يعني يحس انه تعبان، ثابت راسه ما يقدر يحركه، عيونه مغمضه،
ممكن يكون لو كان سفير، اما هايبوتنسيف او تاكيكارديا او فبرايل قدامك على الطوارئ. ايضا طبعا الناس هذولا لو كان عنده شنت، ممكن تحس الشنت لما تفحصه، تحاول تحرك راسه، يكون فيه ريجيديتي في النك في جميع الاتجاهات. يعني الجدي مجرد ما تحرك يمين او يسار او تحرك قدام تحصله ما يقدر يحرك راسه، لان المنينجز انفليمت، فبالتالي اي ملامسه او حركه فيها تلامس الاسطح، فبالتالي يصير فيه الم. هذه طبعا ممكن ما تحصلها كويسه في الدرلي، لان الدرلي يصير عندهم يعني ضعف في السبيس وذي، فبالتالي يمكن يترك مجال للحركه المنينجز، فبالتالي ما تحصل التيبيكال فايندينج في المينينجايتس او اكوت مينينجايتس. اذا حصلت كل الاشياء هذه وما حصلت شيء ثاني يشرح الموضوع وفكرت في المينينجايتس، مباشره بعدها تبدا بعمل الانفستيجيشن اللي من ضمنها طبعا السي بي سي العاديه، تشوف ليكوسايتوز احيانا طبعا بعد ما تاكد من فايتال ساينز حق البيشنت انه ستيبل. ممكن تروح تسوي سي تي برين في حالات معينة، إذا كان البيشنت فري إلدرلي، إذا كان البيشنت عنده مالجنسي قبل كذا، عنده تروما، تأكد ما في في البرين كوليكشن ولا بلد ولا واتفر. ممكن إذا كان البيشنت سفير لإمونوكرمايز، إذا كان البيشنت سيجر، إذا كان البيشنت أنكونشس، هذه سوي سيتي قبل ما تسوي الالبي. إذا بتسوي سيتي قبل الالبي وتشوفنا بتأخر الالبي، غالبا في البيشنت اللي بيسوي سيتي تتأخر، خذ بلد كلشر ثم يبدأ الأنتيبيوتيك ثم سوي الالبي. إذا كان لا والله تشوف إن ما يحتاج سيتي وإنك بتسوي الالبي على طول، سوي اللمبر بانكشر، لمبر بانكشر ثم أعطى الأنتيبيوتيك، بس عشان ما تنترفير مع الـ مع الـ مع الفايندينج. فأنت زي ما قلنا نحاول نأخذ بقدر ما نستطيع السامبل اللي تكون نظيفة وتكون ما وصلها الأنتيبيوتيك، لكن لو ما استطعنا نأخذ بلد كلشر أقل شيء ونعطي الأنتيبيوتيك وبعد كذا نسوي الالبي. وقلنا الإيميجز هل يحتاج ولا ما يحتاج، هذا على حسب الكاتيجوري حق البيشنت. مجرد ما تأخذ السامبل، أما اللمبر بانكشر سامبل إذا كنت بتسويها بسرعة ما بتأخر فيها، أو البلد سامبل لو كان بتأخر في اللمبر بانكشر، مباشرة بعدها تبدأ بالأنتيبيوتيك. إحنا عرفنا الآن السايت، عرفنا البيشنت انفكشن من السمتم والصاين والأشياء هذه كإجابات الأسئلة اللي ذكرناها. عرفنا ان البيشنت عنده موست لايكلي بكتيريا او ممكن يكون فايرال، لكن احنا في حاله زي مثلا التهاب الدماغ ما ممكن ان ننتظر ونشوف، احنا لازم نستعجل في اعطاء الانتيبيوتيك لانها حاجه سيريوس وحاجه يعني لايف سيفينج. فتروح تعطي الانتيبيوتيك تشوف الموست كوم بكتيريا. الموست كوم بكتيريا طبعا يعتمد على البيشنت فين اخذ الانفكشن. إذا كان كوميونيتي اكوايرد فعندنا الستريبتوكوكس نيمونيا اللي يسمونها نوموكوكس، وعندنا النيسيريا منينجيتيس اللي يسمونها منينجوكوكس، وعندنا الستيريا مونوسايتوزين جينز في بعض الناس اللي بنذكرهم بعد شوي. لو كانت من المستشفى أو بعد عملية أو عند الشنت، فعندك سلومونس، المارس اي، الميسيس اي، كواجليز نيجاتيف ستاف، هذه كلها مرتبطة غالبا بالعمليات. إذا كانت قريبة خلال سنة أو أقل من سنة فسودوموناس تفكر فيها، إذا كانت أكثر من كذا يبقى عندك مارس إيه وميسس إيه وكوغليز نيجاتيف ستاف، ولا زلت ممكن لازم تفكر في الأثر بكتيريا اللي ممكن تسوي الكوميونتي. فبالتالي اختيار الأنتبيوتيك يعتمد على هذه. إذن لازم اختار الأنتبيوتيك اللي يغطي هذه. الأمر الثاني اختار الأنتبيوتيك اللي يوصل للدماغ. أنا بعالج محل في حاجة يسمونها بلد برين بارير، كان يسوي فلترة الأشياء اللي توصل من البلد حتى ما توصل للدماغ، فبالتالي بيفلتر معاه الانتيبيوتيك. فلازم اضطر اني اعرف ايش الانتيبيوتيك اللي الكونسنتريشن حقه في البرين كويس عشان اختاره وما اضيع المريض. يمكن اعطيه انتيبيوتيك ما يكون يوصل للدماغ، فبالتالي ما كاني استفدت شيء، ما كاني افدت المريض بحاجه. فلو كانت كوميونيتي اكوايرد نيمونيا فالخيار عندي فانكومايسين وستيفترايكسون بلس ماينس امبيسيلين. طبعا لا ننسى الانجكتيف اللي هو الديكساميثازون او استرويد، هذه ابروفد في الكوميونيتي اكوايرد نيمونيا انها افكتيف.
ديكريز السيكولي حق سينس خصوصا في البيشنت اللي عندهم ستريب نموني ادلت. فبما اني ما اعرف ايش نوع البكتيريا في البدايه واعرف ان واحده من الكوز هي الستريب نموني بعطي الدكسامتازون. طلعت بعد كذا الكلتشر ما هي ستريب نموني اوقف الدكسامتازون على طول. الامبسيلين هل اضيفه ولا ما اضيفه على حسب، هل ايج اكثر من 50 سنه، هل بريجننت ليدي، هل هو نيونيت، هل هو امينوسبرست. فاذا كان اي واحد من هذا سواء مثلا الايج هذا معروف، البريجننسي معروفه، نيونيت اقل من سنه او اقل من ثلاث شهور، امينوسبرشن لو البيشنت بياخذ اما ميديكيشن زي استرويد زي ميثوتروكسيد زي اي ميديكيشن بيسوي امينوسبرشن، او عنده ديزيز بيسوي امينوسبرشن زي السلي روماتويد ارثرايتس، اي ديزيز اوتوميون ديزيز هو واحد من الكوز حق الامينوسبرشن. وقد حصل حالات جت عند منون كويس اوف روماتويد ارثرايتس وطلعت في الاخير الاستيريا. فاذا ما غطيتها من البدايه بامسلين او اموكسيسلين او بكتيريوم، هذه الاشياء اللي تغطي الاستيريا فبتضيع المريض بعد كذا، خصوصا انها سيريس انفكشن ما يمديك تلحق عليها بعدين. فاذا هذا الابروش البيشن عنده كوميت اكوارد نمونيا. لو هوسبيتال اكوارد نوزوكوميا فاحنا بنغطي قلنا سودومونس مارسي مسس اي كوجنز نيجاتيف ستاف، هذه شود بي كفرت. فبنحط مثلا سيفي بيم، سيفي بيم بيغطي عند سودومونس بيغطي الستريب نموني، و الفانكومايسين بيغطي المارس اي ولو كانت كوجنز نيجاتيف ستاف. البعض يسال، بعض بنحط البيشنت على تازوسين بيقول بيغطي سودومونس برضه زي مثلا سيفي بيم، زي مربنم برضه واحد من الخيارات. ليش التازوسين ما هو واحد من الخيارات؟ احنا قلنا من ضمن الخيارات الاسئله اللي جاوبها خلينا نطبقها هنا. التازوسين بيشنت هاف انفكشن قلنا نعم منينجايتس، ايش السايت؟ سينس، موست لايكلي باثوجينز قلنا نوزوكوميال، فبالتالي سودوموناس مارس اي مسس اي كوكريز نيجاتيف ستاف. ف انت مايكروبيال نيدد نعم، وات از ذا اوبتيمال تشويس؟ قلنا اما مربنم او سيفي بيم مع فانكومايسين. ليش ما استخدم تازوسين؟ هذا بسبب gets to the site of infection. التازوسين الكونسنتريشن في البرين او في المننجز في ريبور ما بيخترق البلد بارير كويس، فبالتالي don't use it as meningitis treatment please. تازوسين should not be used as part of meningitis treatment. الانفكشن الثاني ممكن يحصل اللي هو النيمونيا. النيمونيا طبعا تعريفها هي عبارة عن infection أو inflammation of lung parenchyma طبعا مع وجود الانفكشن. فهذا infection of lung parenchyma. الدياجنوسيس طبعا الهستري، البيشنت يكون عنده كف فيفر، ممكن يكون مع شورتنس بريث لو كانت النيمونيا سيفير او ادفانس او البيشنت عنده لنج ديزيز من اول. الفيزيكال اكزامينيشن طبعا بيعتمد طبعا على السايت حق النيمونيا، السيفيريتي، متى حضر للنيمونيا. ممكن اذا كانت ايرلي نيمونيا احيانا بعض ما يحصل سيمبتومز فايندينج، لكن لو كانت بدات تتكون النيمونيا انفلتريت والانفلاماتوري بروسيس تبدا تحس تشوف ما كريبس، تسمع برونكال بريذنج، اغوفني، دال امبركيشن. اللاب ممكن تسوي شوف ليكوسايتوسيس مع البيشنت هذولا، ممكن تشوف سي ار بي هاي. طبعا اليوريا والكرياتينين ممكن تزيد، وهذه واحده من الكريتيريا حقت السيفيريتي حقت النيمونيا. وايضا الالفتيز لو كانت الاتيبيكال نيمونيا زي ما اتفقنا. الايمجز طبعا مهمه جدا، الاكس راي في النيمونيا تشوف نوع النيمونيا وتشوف في اي سايت، وهل هي ماشيه مثلا مع اسبيريشن نيمونيا، هل هي ماشيه مع كوميتي اكورد نيمونيا. طبعا هل هي اكثر من وان لوب؟ لو كانت اكثر من اللوب او اكثر من محل في اللنك انفلتريشن فبتشك في الاي ار دي اس او ايرلي ار دي اس او سيفير نيمونيا. التريتمنت طبعا اما البيشنت بيتنوم او بيروح البيت.
اذا بتنوم طبعا لازم تاخذ بلاد كلشر وتاخذ سبيوتم كلشر، بعد كده تنومه وتبدا الامبريك الانتيبيوتيك زي ما بنشوف بعد شويه. اذا كان بيروح البيت تاخذ سبيوتم ولا بلاد كلشر اذنك صراحه واحده من الريكومنديشن، ما هي موجوده في الريكومنديشن، وعاد على حسب المستشفى وعلى حسب الفيزيشن. لكن لو ما اخذت اذنك ذات امبورتنت اذا كان البيشنت انت متاكد انه ستيبل وانه بياخذ ميديكيشن كويس وانه ما عنده اذر نمونيا اللي ممكن تسوي انفكشن زي الان الكوفيد وما الكوفيد والميرس والانفلونزا، يعني وي هاف تو بي كوشس. لكن احنا نركز الان على البكتيريا انفكشن، بيور بكتيريا انفكشن، فبالتالي ممكن يروح بيته وممكن يتنوم على حسب ال الريسك حقه. طبعا احنا ما بنروح عميق في هذا لان تركيزنا الان على التريتمنت. في الكاب الباثوجينز اذا عرفناها بنعرف ايش الانتيبيوتيك اللي بنستخدمه. فعندك ستريب نيموني، عندك مفروس انفلونزا، عندك ستافلوكوكس اوريوس. الستاف اوريوس طبعا هي كومون بعد الابر سبيتراكت انفكشن، لو بيشنت جاله انفلونزا، لو بيشنت جاله اي كومون كومون كولد وريسبيرتوري انفكشن، احيانا يكون ستاف اوريوس واحده من الكومبليكيشن حقتها. مركس لكترالس والانيروبس، الانيروبس غالبا في الاسبيريشن نيمونيا، ما هو كومون في الكوميونيتي كوارد نيمونيا العاديه، غالبا في الاسبيريشن نيمونيا البيشنت اللي الدرلي، البيشنت اللي عنده مشكله في المسلز حقت السولوينج، هذه يصير عندهم اسبيريشن نيمونيا، بالتالي هذولا نعالجهم نغطي الانيروبس، يشد كفر الانيروبس معاها. المايكوبلازما، المايكوبلازما نيمونيا هذه واحده من الاتيبيكال، اذا هي يا اتيبيكال بكتيريا مثل ستريب نيموني والهيموفيلوس والستاف والمروكسيلا والانيروبس، او مايكوبلازما او اللي هو الاتيبيكال مايكوبلازما كلاميديا ولوجينيلا. لوجينيلا طبعا ما هي كومون في المنطقه عندنا هنا، اغلب ما حصلنا لما سوينا رفرنس، صح ما هو الصدي اللي عملناها لكن رفرنس مع اللاب وجدنا ان المايكوبلازما موجوده. طبعا صعب انك تسوي لها كلتشر، لكن في الغالب في الغالب ان نسوي لها كفرج. يعني هل كل نيمونيا لازم تغطي الاتيبيكال؟ هذه يسمونها اتيبيكال اللي هو مايكوبلازما وكلاميديا وكلاميديا سيتاسي وكلاميديا نيمونيا ولوجينيلا. هذه مهمه نعرفها لانها ما تغطى بالانتيبيوتيك اللي يغطي هذه، فبالتالي هل لازم نغطيها بها كلها؟ طبعا احنا نستخدمها وفي حالات طلعت مايكوبلازما. الاستدي طبعا في استدي معموله في السعوديه تقريبا قبل يمكن شهرين او ثلاث شهور او سنه او سنتين، لواحد في جده، فطلعت انها ديكريز مورتاليتي لما تغطي الاتيبيكال يكون ديكريز مورتاليتي. في استدي في كوريا وغيرها ما وجدوا ان في فرق، يبدو انها بسبب اختلاف الاماكن والكوميونتي من محل لمحل، بالتالي احنا البراكتس حقنا الان انه هاف تو كفر الاتيبيكال نيمونيا مع اي مريض يدخل للمستشفى. اي مريض يدخل المستشفى او مريض تعالج نيمونيا سواء دخل المستشفى ولا خرج لازم الاتيبيكال كفرج يكون موجود، ديكريز مورتاليتي بشكل واضح. وعندنا زي ما قلنا بعض البيشنت ايزوليتد مايكوبلازما منهم. لو نوزوكوميال لازم تفكر في السودوموناس والمالتي دراج ريزيستنت، وايضا ام ار سي في بعض الاماكن ما هو في كلها، ام ار سي تكون موجوده. هل تغطي الاتيبيكال؟ انت لو لاحظت هنا الاتيبيكال هل نغطيها ولا ما نغطيها؟ في النيوزوكوميا صراحه الريكومنديشن انما في السعوديه هنا ما في بوسيبيلتي ان يكون في اتيبيكال نيمونيا اذا كان نيوزوكوميا في المستشفى. لكن لو كان جاء من البيت ودخل مستشفى قريب فممكن تغطي سنتين الاتيبيكال والهوسبيتال اكويرد نيمونيا. الكفرج عندنا هل هو رايح البيت ولا جالس مستشفى؟ فاوت بيشنت قلنا كويلونز حاطينها الجايد لاينز الامريكي وفي بعض الدول الاوروبيه الكويلونز. صراحه الكويلونز زي ما قلنا از نوت ريكومندد في البيشنت اللي بيجيهم نمونيا في السعوديه. كان انتميك ايري فور تي بي. فبالتالي تراي تو افويدت، لا تستخدمها الا في حاله ما تقدر تستخدم فيها الاذر تشويسز. الرجي البيشنت نت كومبلاينس اي شيء ثاني ممكن انك ما تقدر تستخدمه، لكن نادر نادر ما يصير في حالات ما اقدر استخدم فيها الاشياء الاخرى. فبالتالي في الكويلونز ليفت ذا لاست ودنت جمب تو ات دايركتلي. اذا التشويس الافضل هو بيتا لاكتام بلاس ماكرولايد اما سيفروكسيم، بقول سيفروكسيم يغطي كويس الستريب نيموني، او اموكسيسيلين او حتى اوجمنتين مع ماكرولايد، هذا يكون غطيت كل شيء متوقع.
ماكرولايت هذا البيشنت لو البيشنت مثلا ستيبل ما عنده اي كوموربيديتي دايابيتس ان كنترول دايابيتس هايبرتنشن لانج ديزيز من اول فممكن تستخدم ماكرولايت او دوكساكلين لوحدها مونوثيرابي وهذا طبعا واحده من التشويسز في الجايد لاين وواحده طبعا من الاشياء اللي ممكن نستخدمها لوحدها لكن اهم شيء انك تكون المريض ستيبل وايضا تقدر تتابعه يعني ما يروح البيت وبعدين يتدهور وبعدين ما تلحق ممكن تعطيه موعد بعد يومين بعد ثلاثة ايام وتشوف كيف وضعه مع الماكرولايت او الدوكساكلين الون لو بيدخل المستشفى فاما انه يدخل الاي سي يو او خارج الاي سي يو لو بيدخل الاي سي يو ماكرولايت بلس لو ما بيدخل الاي سي يو في الورد العادي ماكرولايت بلس بتلكتام وهذا طبعا اللي نستخدمه الان نستخدم طبعا سيفتراكسون او اي اوغمنتين او اموكسيسلين اي في مع الماكرولايت اللي هو اجيثرومايسين او كليثرومايسين او حتى مع دوكساكلين لو في مشكله ان نستخدم الماكرولايت لو بيدخل الاي سي يو لا ممكن نستخدم البيتراكتام لو كان طبعا اختيار البيتراكتام هل هو كاب او نوزوكوم انفكشن لو هو كاب وبيدخل الاي سي يو حيكون زي ما قلنا سيفتراكسون او سيفيبيم تبغى تحط مربنم حط مربنم تازوسين بس اهم شيء انك تضيف معاها فانكومايسين في السفير نمونيا اللي بيخش الاي سي لو نوزوكوميا لا لازم تغطي السودومونس والجرام نيجاتيف لاذر جرام نيجاتيف خصوصا الام دي ار مالتي دراج ريزيستنت انفلونزا وطبعا لو كانت كاب تحط معها ماكرولايت لو كانت في المستشفى فاب او هوسبيتال اكويرد فالماكرولايت از نوت ذات امبورتنت مارس اي يو هاف تو اد فانكومايسين النوزلي طبعا في ستدي كومباريتيف مع الفانكومايسين في المارسي وجدوا انه جود وبرضه في الستربنوموني لكن لو بيشنت فريسك فالافضل ما تستخدم النوزليد لانك ما تدري ايش اللي بيطلع في الكلشر لكن لو طلعت كلشر فممكن تحط النوزليد او فانكومايسين على حسب اختيارك سيبسيس سيبسيس طبعا واحدة من الأمور اللي نعانيها واللي المورتاليتي ريت حقتها عالي فإذا ما تعاملت مع السبسس بشكل جيد وما تعاملت معها طبعا بسرعة يعني هو مشكلتها نحتاج لها سرعة يعني كل تأخير بالأنتيبيوتيك كل ما يزيد المورتاليتي فبالتالي ممكن تفقد المريض بمجرد أنك تأخرت عليه ساعة أو ساعتين في الطوارئ فلا بد يكون عندك فكرة عن التعامل مع الناس اللي عندهم سيبسيس فاولا ايش هو السيبسيس طبعا ايش السيبسيس السيبسيس طبعا في تعريف فيسيولوجيكال لما يسال الشخص وات السيبسيس طبعا اما انه تعريف فيسيولوجي او كلينيكال التعريف الفيسيولوجي للسيبسيس هي عباره عن لايف ثريتنينج كونديشن ديو تو ديس ريجوليشن of immune system اي انفكشن في البادي الايميون سيستم يتعامل معه او البادي الهيومن بادي يتعامل معه في المحل اللي يصير فيه انفكشن وفي تيشو دامج ديو تو البكتيريا او الفيروس او واتيفر لكن عشان مركزين على البكتيريا المحل اللي بيصير فيه تيشو دامج ديو تو الانفكشن البادي لازم يتوجه جهته عشان يعوض التيشو وعشان يقتل البكتيريا فبيكون فيه فاز ديليتيشن يكون فيه ليك للفلويد ثرو الوول حق الفيسلز ويكون فيه إديمة يكون فيه هايبريميا يكون فيه سويلينج فبالتالي هذا لوكال في المحل اللي فيه الانفكشن في بعض الأحيان ما يصير الرياكشن للبدي في محل واحد فقط يمكن يكون في البدي كله بيصير فيه فاز ديليتيشن في المحل في البدي كله وهذا اللي يدخلك في سيبسيس يكون البيشنت هايبوتنسيف يكون البيشنت كونفيوزد يكون البيشنت تاكيكارديك تاكيبنيك كلها باسباب ديكريزبل فيوجن ديو تو ديسريجوليتد ريسبونس للانفكشن هذا طبعا ليش يحصل ديسريجوليشن لها عده احتمالات منهم من قال جينيتيك ومنهم من قال اشياء اخرى الانتيبيوت البكتيريا باثوجينيسيتي فيرولنس حق البكتيريا
فهي طبعا تختلف من 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 ستدي لستدي، لكن على العموم في الاخير يحصل ديسريجوليشن. هذا بالنسبه للفيزيولوجيكال. الكلينيكال كيف اعرف ان البيشنت هذا جانب الطوارئ انه عنده سبسس؟ تعريف السبسس مرت بعده مراحل صراحه، كانت اخرها في 2016 اخر ديفينيشن وتعريف للديفينيشن او تغيير الديفينيشن، وقبلها طبعا اظن في 2006. ف الديفينيشن اللي تعرفوا عليه في الاخير راح نوصل له الان ان شاء الله ونشوفه. هنا طبعا هو الديفينيشن القديم اللي بيقول ان السبسس هو عباره عن سيرس اللي هو سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم زائد ايفيدنس اوف انفكشن ايذر كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال. اذا السبسس التعريف القديم هو عبارة عن سيرس زائدا كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال ايفيدنس اوف انفكشن. طبعا هذا القديم وتغير الان. ليش نحط هذا؟ لان لا زال في بعض الريفرنسز تمشي على السيرس وتستخدم الاذر ديفينيشن للبروجنوسيس، وفي بعض الريفرنسز لا خلاص الغت السيرس وصاروا يمشون على الاذر ديفينيشن اللي بنقوله بعد شويه. فالسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم هو عباره طبعا هذا يسمونه موديفايد سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. تمبرتشر مور ذان 38 اور هايبوثيرميا ليس ذان 36 بلس مور ذان 90 ريسبيرتوري ريت مور ذان 20 نيو كونفيوجن اور دراوزنس هذا من الموديفيكيشن اللي حصل في عام 2006 دبليو بي سي مور ذان 12 اور ليس ذان 4 وبلد جلوكوز برضه كان من الموديفيكيشن اللي حصل في 2006. فاذا كانت اول اللي ممكن درسناها في الكتب ولا يمكن مرت عليكم في الكليه هو عباره عن الاربعه هذه، وبعد كده ترى موديفيكيشن اضافه الاثنين هذه فهذا السيرس. اثنين من هذه اثنين من هذه زائدا كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال ايفيدنس اوف انفكشن هذه يسمى سبسس. ممتاز. فهذا اذا الديفينشن القديم انا حطيته عشان بس يكون في البال، ولو وجدتوا عند بعض الفرنسيس تستخدمه ما يكون عندكم اشكاليه فيه. جاء بعد كده حاجه يسمونها صوفا سكور sequential of sepsis of failure assessment of organ failure assessment او يسمونها sepsis related organ failure assessment. طبعا يعتمد على هذه كلها. طبعا دائما في البيشنت اللي عنده سبسس وبيشنت جايك في الطوارئ ما بتنتظر حتى يطلع لك مثلا بليتلت وتنتظر حتى تشوف بلوروبين. فبالتالي سووا حاجه يسمونها موديفايد صوف سكور. اذا هذا صوف سكور اللي تشوف فيه يعتمد على ارقام وعلى نتائج لاب وعلى كرياتينين وعلى بليتلت بلوروبين. فهذا طبعا لو انتظرت حتى اشوف النتيجه راح يضيع علي المريض. فبالتالي حطوا حاجه يسمونها موديفايد صوف سكور او كيو صوفا كويك صوف سكور. وهذا الكويك صوفا سكور الثلاثه هذه لو حصلت اثنين منها زائد كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال ايفيدنس اوف انفكشن هذه سبسس اللي هو ريسبيرتوري ريت مور ذان 22 الترد منتال ستيتس سيستوليك بلد بريشر ليس ذان 100 اور ليس ذان 100. اثنين من هذه زائد ايفيدنس كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال ايفيدنس اوف انفكشن هذه سبسس. كويس. وممكن نستخدم هذا للبروجنوسيس بعد كذا بعد ما يطلع نتائج وكذا بروجنوسيس. طيب بهذا يطلع عندك اما مريض واضح ان عنده اثنين من هذه وحصلت عنده واضح انفكشن هذا ما في خلاف خلاص ابدا انتيبيوتيك بدري عشان ما تاخر المريض. نوعيه من المرضى ممكن يكون عنده اثنين من هذه وهذا المهمه لكن ما عنده كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال ايفيدنس اوف انفكشن. هذه مهمه جدا الموضوع هذا لانه ممكن يجيك مثلا خلينا نقول بي او نقول مثلا سي في اي يكون التر ستيتس وعشان عنده مثلا انكريزنج تراكيال بريشر صار عنده هاي بوتنشل
او عندها برين ستيم انفولفمنت ترى عندها هاي بوتنشل او وات ايفر كوز اوف هاي بوتنشل. فبالتالي لو قلت هاي بوتنشل مع عملت الستاتس في واحد ممكن ينطبق على السي في اي, ممكن ينطبق على ام اي. واحد جاك ام اي صار عندها برين برفيوجن ديكريست وصار عندها هاي بوتنشل. فاذا اذا تاكدت ان ما عندي كلينيكال ولا ميكروبيولوجيكال ايفيدنس اوف انفكشن وعندي بس الصوفه خلاص ذس از نوت انفكشن وما يحتاج. فاذا اما انك كلير فيه انفكشن او كلير 100% اللي ما فيه انفكشن وهذا ما فيه خلاف, اللي عنده انفكشن ابدا انتبيوتيك وعامله على السبسس, واللي ما عنده انفكشن ما يحتاج تعامله على انها انتبيوتيك على انها انفكشن. لكن يبقى في الوسط جري زون او بعض المرضى انت ما تدري هل هو انفكشن ولا ما هو انفكشن. هذولا اذا ما قدرت تعرف وعندك السبسس كريتيريا موجوده بس باقي عندك هل هو انفكشن ولا ما هو انفكشن, ابدا انتبيوتيك. هذا السيف سايد. لكن المهم متابعته يوميا او حتى بالساعه حتى تتاكد يمكن يظهر عنده شيء غير الانفكشن, وقف الانتيبيوتيك لانه ما في فائده, وبالتالي ما ادخله في السايد افكت حق الانتيبيوتيك او الانتيبيوتيك ريزيستنت. فاذا هذه انواع المرضى اللي ممكن يجوك وتطبق عليهم الكلام هذا. اما انه يجيك بترو انفكشن زائد ثنتين من هذه هذا سبسس, ما في انفكشن وعنده اي شيء من هذه هذا ما هو انفكشن, خلاص ما عالج انفكشن. الجري زون او المحل اللي في الشك الافضل عالجه انفكشن, ولكن تابعه يوميا او بالساعه او بقدر ما تستطيع حتى تتاكد ان ما في انفكشن, يظهر عندك الدياجنوسيس واضح ثاني, وقف الانتيبيوتيك وما يحتاج انتيبيوتيك وبس فولو اب. هذا بالنسبه للسبسس. في الديفينيشن القديم كانوا يحطون بعد السبسس سيفير سبسس. في الديفينيشن الجديد اللي في 2016 شالوا مسألة سيفير سيبسيس, ما عاد في حاجة اسمها سيفير سيبسيس, قالوا سيبتك شوك بعدها مباشرة. السيبتك شوك, السيبتك شوك الديفينيشن حقها هذا السيبسيس صوفة بلس اللي هو more than two زائد suspected or confirmed infection microbiological or clinical evidence of infection, هذه سيبسيس. السيبتك شوك سيبسيس زائد refractory hypotension مع لاكتيت أكثر من اثنين, لأن اللاكتيت يزيد مع الهايبوبرفيوجن, أو فازو براسر استخدم فازو براسر عشان تزود الماب أكثر من 65 مين أرتيريال براسر أكثر من 65 ما فادت معك الفلويد, هذا خلاص وصلت لمرحلة السيبتك شوك. إذن صار في الدفنش الجديد ما صار فيه سيفير سيبسس, فيه يا سيبسس يا سيبتك شوك. السيبسس هو عبارة عن suspected or confirmed infection زايد اثنين من الصوفة هذه أو كوك صوفة, والسيبتك شوك هو عبارة عن السيبسيس نفسها لكنها ما هي رسبوندنج للفلويد ساستيشن. طيب إذا جاك السيبسيس أو سيبتك شوك كيف تتعامل معه في الطوارئ؟ هذه الخطوات باختصار: initiation bundle recognition of sepsis and septic shock اللي هو اللي قلنا, يعني ممكن أنك ما تقدر تأكد أو تتأكد إنه ما هو انفكشن أو تتأكد إنه انفكشن. فبالتالي خلاص اللي تأكد إنه انفكشن أو لا زال في الجريزون وشايف إنه داخل في سيبسس لا عامل على انفكشن حتى تشوف بعد كذا. وهذا طبعا يسمونها أور ون باندل, لأن كل ساعة تمر بإنكليز المورتاليتي ريت حق البيشنت, فالأكشن حقك السريع بيفيدك كثير في 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 متابعة المريض. ميجر لاكتيت ليفل قلنا عشان بيدلك حتى على الفولو أب, اللاكتيت بدأ يتحسن إذا كان فيه البروفيوجن تحسن. ريميجر لاكتيت إف إنيشيال لاكتيت مور ذان تو, لو كان الأول اللاكتيت الأول أكثر من اثنين معناته أوريدي حصل الهايبو بروفيوجن, فبالتالي يحتاج لك تتابعه باستمرار. لكن لو اللاكتيت في البداية مش أكثر من اثنين معناته لا زال البروفيوجن موجود. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية obtain blood cultures before administering antibiotics. زي ما قلنا يهمني هنا اني اخذ الكلتشر المطلوبه او السامبل المطلوبه قبل ما ابدا الانتيبيوتيك, فخذ بلاد كلتشر لو كان في سامبل تتوقع انها هي السورس خذ منها وبعد كذا ابدا الانتيبيوتيك, ما تتاخر في بدايه الانتيبيوتيك, كل دقيقه تحسب ضد المريض. فبالتالي السرعه في اخذ الانفستيجيشنز, اول شيء اسسمنت حق المريض, اخذ الانفستيجيشن, اخذ البلاد كلتشر والكلتشر من المحل اللي ممكن يتوقع انه يكون هو السورس حق الانفكشن, بعدها ادمنستر برود سبكترم انتيبيوتكس
اعطي البيشنت برود سبيكترم انتيبيوتكس، وهذا من الحالات اللي نستخدم فيها البرود سبيكترم انتيبيوتك في البدايه. احنا دائما ما نفضل البرود سبيكترم انتيبيوتك اذا كان البيشنت عنده تارجت واضح، اعطي الانتيبيوتك اكوردنج للاورجانزم اللي موست لايكلي انها تسوي الانفكشن هذا. لكن في السبسس لا، اعطي برود سبيكترم لاني ما ادري فين الانفكشن او ما ادري شنو الاورجانزم اللي بيسوي. وبعد كذا المهمه بعد كذا السريعه انك ديكريز الانتيبيوتك او رجعه للنيرو سبيكترم باسرع وقت ممكن بعد ما يطلع الكلتشر. Begin rapid administration of 30 mg crystalloid for hypotension or lactate more than 4. لو البيشنت عنده hypotension او اللاكتيت اكثر من 4، يعني كان 2 او كان 3 ثم بدا يزيد، او كان من البدايه 4، ابدا مباشره باعطاء الفلويد. كم الفلويد التوتال في اليوم اللي التوتال اللي بتعطيه 30 ملي لكل كيلوغرام. يعني لو المريض وزنه 70 اذا عدى 2 لتر معناته انه ريسبوندنج للانتيبيوتيك، وبالتالي اروح بعد كذا للاذر تشويس اللي هو فازوبريسر او انتروبس. الخامس ابلاي فازوبريسرز اف هايبوتنسيف ديورينج اور افتر فلويد ريسستيشن تو مينتين اميت ارتيريال بريشر مور ذان 65 ملم مركوري. يعني ما استجاب الفلويد، كم الفلويد اللي المفروض اعطيه 30 ملي لكل كيلوغرام اضربها في وزن المريض، اذا تعديتها وما استجاب او ترى انه صعب انه يستجيب، ابدا الفازوبريسر بدري عشان تعطي البرفيوجن كويس. بعد كذا بيخش في هايبوتنشن وريفراكتري وما تقدر تلحق. فاذا اسس المريض، ميك شور انه هاز كلينيكال اور مايكروبيولوجيكال دوكيومنتيشن اوف انفكشن، اما انك تحصل او شاك ذاك الوقت عامله اسبسس، قس اللاكتيت وشوف البلاد بريشر، خذ البلاد كلتشر والكلتشر من المحل اللي متوقع انه هو السورس حق الانفكشن، اعطى انتيبيوتيك برود سبيكترم وابدا الفلويد. اعطى مثلا 500 في البدايه على حسب ما تشوف انه يناسبه، اعطى 1 لتر، اعطى 500، اعطى 250، وكررها حتى توصل ل 30 ملي لكل كيلوغرام حد اقصى. اذا وصل لهذا الحد وما استجاب، واصل الفلويد لكن ابدا بعد كذا بالنزروبس او فازوبريسر عشان تحافظ على البريشر حق المريض والبرفيوجن حق البرين والبرفيوجن حق الكريتيكال اورجان زي الهارت زي البرين زي الكدني. فتبداها وتبدا الانتيبيوتيك وتشوف على اساس الكلتشر بعد كذا تنقص الانتيبيوتيك او تغيرها او توقفها. ايش الفوكس اللي ممكن يكون هو السبب للسيبتك شوك؟ سيبتك شوك ما تجي كذا لوحدها، لا بد يكون في فوكس معين هو اللي خلى البيشنت يصير عنده سيبتك شوك. في الاستدي اغلب الاستدي تقول ان اللنج هو الاساس. اللنج هو اكثر ناس يجيهم سبسس يكون مصدرها اللنج، لكنها طبعا تختلف من محل لمحل. يعني بعض المستشفيات يقول لا ما هو اللنج عندي نيمونيا، غالبا تجي ستيبل البيشنت ما تجيب سيبتك شوك. فبعض الاستدي تقول لك اللنج، فبالتالي هاف تو تارجت البكتيريا اللي احنا عارفين. لو هي في المستشفى فالجرام نيجاتيف برضه شود بي كفر. الانتر ابدومينال اما انيشيالي او بوش سيجري. فلو كانت من بيت الكولاي كولاي والانيروبس، لو كانت في المستشفى في الجرام نيجاتيف اذر جرام نيجاتيف زي الاسيدوموناس زي الام دي ار او يو هاف تو كفر. الكانديدا او الفنجل انفكشن ممكن تبداه في البدايه وممكن تاخره حتى تشوف ريسبونس للانتي ميكروبيال، خصوصا لما يكون الانفكشن او السورس حق الانفكشن في اللارج باول. لو في اللارج باول فاحتمال الكانديدا او الفنجل انفكشن موجود، لو هو في غير اللارج باول فما هو كومون الفنجل انفكشن. السكن اوف سوتوشن انفكشن واحده من الكومون سايت كوزنج سبسس، والموست كومون هو ستريبتوكوكس بايوجينز ستاف وبول ميكروبيال على حسب محل الانفكشن وعلى حسب عمر المريض والكوموربيديتي حقت المريض. لو كانت في المستشفى استافوريس انكلودنج مارسي والجرام نيجاتيف بكتيريا انكلودنج سيدوموناس. اليوريني تراكت ايش الشيء كولاي كليبسيلا انتروكوكس انتروباكتر وبلوتياس، وفي ار اي الانتروكوكس بشكل عام خصوصا في الميل، الانتروكوكس في الميل اكثر منها في الفيميل. ايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي وانتروكوكاي لو كانت هوسبيتال اكوايرد انفكشن، خصوصا البيشنت اللي عندهم فلوس كاتيتر.
فبالتالي لما تحدد الفوكس حق الانفكشن تارجت يور انتيبيوتيك للاورجانزم اللي تتوقع انه هو السبب. طيب تقريبا هذا اخر جزء من الـ من الـ من الليكشر او المحاضرات اللي هو الانفكشن كنترول. الانفكشن كنترول ايش التارجت حقنا؟ بما ان في الانتيبيوتكس التارجت حقنا في الانتيبيوتكس ان نحافظ على عمل الانتيبيوتيك اللي نقول ضعيف الطيف، يعني اللي ما هو برود سبيكترم. نحاول نستخدم النيرو سبيكترم. الافراط في استخدام النيرو سبيكترم انتيبيوتيك او ضعيف الطيف بيخلي البكتيريا تضطرك انك تروح للانتيبيوتيك اكبر ثم اكبر ثم اكبر حتى تضيع البكتيريا، يضيع الانتيبيوتيك. احنا صرنا نشوف في المستشفى الان ويمكن يشتغلوا في المستشفيات او مروا على المستشفيات بكتيريا مقاومه لجميع المضادات الحيويه، جميع يعني كل المضادات الحيويه اللي في الجدول اللي بيطلعها المختبر كلها ريزيستنت. فبالتالي هذول المرضى المورتاليتي ريت حقتهم عاليه جدا، يعني ممكن ما عاد الحق اعطي اي شيء. فدورنا ان ما نوصل للمرحله هذه. كيف؟ قبل اعطاء الانتيبيوتيك تختار النيرو سبيكترم اللي تشوف انه مناسب، الا اذا المريض حالته ما تقدر تنتظر حتى تعطيه النيرو سبيكترم ثم ترفع لبرود سبيكترم. هذا اول شيء. الامر الثاني، البيشنت اللي ما يحتاج انتيبيوتيك لا تعطيه انتيبيوتيك. الكومن كولد اللي بتنتشر الايام هذه في الشتاء، الرينينوز، الابر سبلاتيلاكت انفكشن العاديه الفايرال، هذه ما يحتاجها انتيبيوتيك. والانتيبيوتيك هاز نو رول في الابر سبلاتيلاكت انفكشن اذا كانت فايرال. والادلت اكثر من 90% من الادلت ات از فايرال انفكشن. فعدم استخدام الانتيبيوتيك في مثل هذه الحالات بتخلي البكتيريا تستمر حساسه للمضادات الحيويه هذه، وتستمر المضادات الحيويه شغاله بالطريقه اللي نبغاها. لكن لو افرطنا فيها اموكسيسيلين اوجمنتين يجيك في المستشفى بعد كذا باي انفكشن تحصله اموكسيسيلين او اوجمنتين ريزيستنت، ما عاد عندك فائده تروح لشيء اكبر، وهكذا حتى تنتهي كلها. فاذا هذا الايم الاول، ما نستخدم الا للناس اللي عندهم كلير بكتيريا انفكشن. لو استخدمنا نستخدم النيرو سبيكترم انتيبيوتيك. الامر الثالث، لو حصل لا قدر الله وصار خلاص الانفكشن بمالتي دراج ريزيستنت بكتيريا، لازم احافظ عليه اني البس وسائل الوقايه لما ادخل على المريض بحيث ما انقل بكتيريا منها لغيره، ولما اخرج من غرفته اشيلها اللي هو عباره عن القفص والمعطف الواقي اللي هو يسمونه اليلو جاون، المعطف الاصفر، البسه واذا خارج من الغرفه حقتها ارميه في داخل الغرفه في الله يكرمكم الدرام الموضوع مثل هذه الحاجه الاشياء، واخرج بعد كذا اشوف المريض الثاني بعد ما اغسل يدي. الهاند هايجين هو the most important rule, the most important method to decrease infection في المستشفيات على مستوى العالم، سواء في الكوفيد الفايرال انفكشن، سواء في الام دي ار او اللي هو مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا، او سواء في اي انفكشن. الهاند هايجين وجدوا انها the most important way to prevent infection. يجي بعدها الاشياء الاخرى مثل البيرسونال بروتكتيف اكوبمنت وغيرها. الانتيبيوتيك ستور شيب هو عباره عن برنامج لتقنين المواد الحيويه بداتها وزاره الصحه بالتعاون مع جميع الوزارات في المملكه العربيه السعوديه، وتمر على المستشفيات، عندها زيارات المستشفيات. طبعا ممكن توقفت اثناء كوفيد لكن كانت مستمره، ولا زال فيه التواصل حتى عن طريق البريد والايميل والاشياء هذه، حتى يتاكدوا انه الانتيبيوتيك ستور شيب اللي هو تقنين استخدام المضادات الحيويه فعال في جميع المستشفيات. وهذا دور كل طبيب انه يساعد فيه في الخطوات اللي قلنا، لا تستخدم للمريض اللي ما عنده بكتيريا انفكشن، استخدم النيرو سبيكترم المده المطلوبه، وقفه بمجرد ما تشوف ان المريض ما يحتاجه، يعني عاد تحسن وما تحسن هذا لها طريقه معينه وموجوده في الريفرنسز. والخامس، لو بديت برود سبيكترم وطلعت كلتشر مزرعه، خفض من البرود سبيكترم الى النيرو سبيكترم. هذا النيرو سبيكترم في اليسار هنا، النيرو سبيكترم انتيبيوتيك، ما تروح من هنا لهذه الا اذا احتجت، اذا في حاجه معينه واضحه. ما تستخدم
تستمر في استخدام هذه، ما تستخدم هذه إلا في حاجة، وهكذا يعني ما توصل لهذه اللون الأحمر هذا إلا إن ما عندك خيار إنك تستخدم أي واحد من هذه. هذه الهاند هايجين، الأماكن لازم تغسل في يدك أو تستخدم الألكحول جل هذا قبل ملامسة المريض، قبل أي بروسيجر، after touching the patient بعد ما تلمس المريض، after touching البروسيجر أو body fluid exposure لو exposure لأي body، أو after touching the patient surroundings. إذن قبل لمس المريض، قبل أي بروسيجر، بعد أي بروسيجر وملامسة فلويد، بعد لمس المريض، وبعد لمس السراوندينج. هذه من أقل الأشياء اللي شوف الناس يستخدموا يسوونها حتى في الستدي، إنه هذه المرحلة أو النقطة أقل ناس يطبقونها. يعني ممكن يخش يلمس السرير، يلمس الستارة، يلمس الجدار، ثم يخرج ما يغسل، يقول أنا ما لمست المريض. فهذه لابد من 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 استخدامها. للأسف إنه أيضا من أقل الأشياء اللي تستخدم اللي 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 يعني يغسل غسل اليدين أو استخدام الكحول برضه في النقطة هذه before touching patient. فهذا دليل عن الطبيب أو النارس الصحي ما يهمه المريض، يهمه نفسه، فبالتالي يتحصل يغسل بعد ما يخرج من المريض، لكن قبل ما يدخل لا. فبالتالي لابد إن الإنسان يطبق الخمس هذه كلها، وهذه دائما تركز عليها منظمة الصحة العالمية، الزيارات حق المستشفيات، الجي سي آي، السباحي، دائما يركزون على الخمس طرق هذه. بهذا تقريبا انتهينا من الموضوع بشكل كامل، حاولت اني اختصره بقدر ما استطيع، كلام كثير صراحة حاولت ما اطول فيه، معنا اتوقع انكم تشوفونه طويل، لكن حاولت والله بقدر ما استطيع اني اختصر حتى توصل المعلومة، ولو في اي اسئلة او استفسارات فبإذن الله تعالى بدنا نخلصها بدري. وخلال هذا الوقت في سؤال يا دكتور على الشات يبغى الإجابة كجنرال، يعني يقول if the patient has tonsillitis and we give him oral antibiotic but the patient doesn't respond, what are the next step in the is intravenous for the same antibiotic or change the antibiotic؟ طبعا in general عدم استجابة، يعني هذا خلنا نأخذها بطريقة أخرى، نقول لماذا لا يستجيب المريض للأنتيبيوتيك؟ أما الكومبلاينس حق المريض أو الأبزوربشن أو الانتراكشن أو أن البكتيريا الموجودة ما يغطيها الأنتيبيوتيك، فهذه لازم ترجع لها. يعني الانتقال لخطوة أخرى قبل ما تحل الخطوة الأولى هذه فيها إشكالية. مثلا ناس أعطيناهم أنتيبيوتيك أخذها يوم وبعدين جانا يقول ما تحسنت، وجدنا أنه ما أخذها، فبالتالي ما في داعي أنك تروح لشيء آخر والمريض طلب ما استجاب أو ما كان كومبلاينس معك. فإذا إذا استبعدت وجدت أنه يأخذ الأنتيبيوتيك بشكل كامل، وجدت أنه الجرعات مناسبة له، وجدت أنه يأخذ الأنتيبيوتيك في وقته، وجدت أنه ما عنده انتراكشن مع ميديكيشن ثاني، فبالتالي ممكن تنتقل للأنتيبيوتيك آخر. طبعا ممكن تعطي IV، لكن تحاول أنك تستخدم أنتيبيوتيك ثاني غير اللي تستخدمه أورال إذا كنت تتوقع أن الأورال الأبزوربشن حقه جيد. فالأفضل إذا بتستخدم IV أنك تستخدم أنتيبيوتيك ثاني عشان تمنع أنه يكون البكتيريا ريزيستنت في الأول، وتستبعد برضه أنه يكون ما في أبزوربشن جيد للأنتيبيوتيك. فالأفضل أنك تغير الأنتيبيوتيك آخر إذا بتعطي IV إذا تأكدت زي ما قلنا إنه كان يأخذ الأنتيبيوتيك الأول بشكل جيد. تفضل. طيب فيه سؤال ثاني يقول متى نتوقف عن أخذ المضاد الحيوي؟ الصوت يا مشاري. يسأل يقول متى نتوقف عن أخذ المضاد الحيوي؟ أنا ما أفهم، ما أدري قصد الديوريشن ولا؟ طيب ممكن قصد الديوريشن، خليني أجاوبها بشكل عام. طبعاً الدوريشن حق المضاد الحيوي يختلف من مرض لمرض، يعني ما هي كل الأمراض الدوريشن حقها ثابت واحد، كل مرض له دوريشن خاص، وحتى بعض الأمراض نفسها الدوريشن حقها يختلف من بكتيريا لبكتيريا. فمثلا البيشنت اللي عنده منينجايتس السحايا، الاستريبنموني عالجها 14 يوم، النيسيريا عالجها 7 أيام،
الهيموفيلس انفلونزا على 10 ايام، وهذه موجوده مثبته. بالتالي الانتيبيوتيك دوريشن شوف الطبيب اللي بيعطيك قل له كم الدوريشن اللي ياخذه واستمر عليه المده اللي تشوفها اللي ماشي عليه اللي مكتوبه في الريفرنس، او حتى انت ما دام انك طبيب وفي الفيلد شوف الريفرنس وشوف كم المده المطلوبه وخليه يستمر عليه البيشنت المده اللي مكتوبه وبعدها يوقفه، لا يوقف قبلها ولا يستمر بعدها. طيب دكتور، في سؤال يقول اذا تم استخدام مضاد خاطئ لفتره كيف يتم تصحيح هذا الخطا؟ طبعا اذا حصل اللي حصل حصل، ما عاد ينفع انك ترجع تصحيح هذا الخطا، خلاص اوقف المضاد، واذا كان باقي تحتاج مضاد فخذ المضاد الصحيح، واذا ما تحتاج خلاص وقفه وما عاد يحتاج. سؤال ثاني يقول how do we decide which antibiotic to use as a surgical prophylaxis؟ ممتاز. طبعا الورد وايد واللي ابروفد ورد وايد هو السيفازولين. يختلف بعض الاماكن، مثلا اللي بيسوي ديسيجن هو زي ما تسوي ديسيجن في التريتمنت. ف مثلا اليورينري تراكت ممكن البكتيريا اللي فيها اغلبها جرام نيجاتيف مثل الايكولاي وغيرها، بعضهم يستخدم الكويلونز مع ان الاستفازولين ممكن يغطي بعض البكتيريا هذه. فاللي بيقرره هو السايت حق الانفكشن او السايت حق العمليه، فين بيسوي العمليه في اي محل في الجسم. والامر الثاني الانتيبيوتيك يوزد قبلها، هل استخدم قبلها انتيبيوتيك؟ فبالتالي ابعد عن الانتيبيوتيك اللي استخدمه الشخص خلال الشهرين او ثلاث شهور اللي قبل العمليه واغيره بانتيبيوتيك ثاني، وهذا هو الافضل. عشان كذا انا قلت في البروفلاكسس ما بنطول فيها كثير لانها يحتاج ديسيجن ودسكشن، يعني مجرد ما يروح العمليه يجلس مع الاي دي، يجلس مع المسؤول عن الفارماسي ويشوف ايش الانتيبيوتيك المناسب للسايت اللي فيه العمليه. السؤال الاخير يقول the long time use of alcohol lead to bacteria resistant. يس. بعض الناس اللي يستخدموا الكحول عندهم بكتيريا معينه نتوقع هي السبب في في في, في الانفكشن. الامر الثاني ممكن يقلل الاميونيتي لهم. الناس اللي عندهم نيمونيا ويكون عندهم هيستوري اوف الكحول يوز، نفكر في الكليبسيلا، يعني تجد الكليبسيلا واحده من البوسيبيليتي انه يكون فيه انفكشن بسبب الكليبسيلا. وهذا ترى شباب سؤال يجي في الاكزام دائما، تكرر اكثر مره في عده سنوات، بيشنت الكحوليك وجاي بنيمونيا من ضمن الاورجانزم اللي ممكن تسببها الكليبسيلا، وهذه ما هي موجوده في البيشنت العاديين كوميونتي كوارد نيمونيا العاديين. فبالتالي في مشكله مع الميونيتي وفي مشكله مع التايب اوف اورجانزم اللي ممكن يسوي الانفكشن، اللي بتكون بتايب من الاورجانزم العاديه في بعض في الناس العاديين. ايوه، اللي سأل السؤال هذا يقول يقصد الكحول جلد نوت درينك. معلش انا اسف. الكحول جل طبعا اكثر الاستخدام من اي شيء او الاستخدام غير الصحيح في كل شيء، هذا ما بيسبب مشاكل. غسل عندنا طبعا في اي شيء في الاي دي في الفكسس ديز او في الطب عندنا بنفيت وعندنا ريسك. فاذا كان البنفيت تطغى على الريسك فانا امشي على استخدم الشيء هذا، اذا كان الريسك اعلى من البنفيت فابعد عنه. الاستدي ما ورد صراحه انكريز عالي في الريزيستنت، فيه بعض الاستدي ورد في الريزيستنت لكنها ما هي عاليه صراحه. فبالتالي الريسك اني ما غسل يدي وانقل مثلا فيروس الكوفيد خلال الايام هذه، انقل بكتيريا المانعه للمرضى، هذه ريسك كبير بعكس الفائده اللي ممكن تحصل عدم نقلها. بالتالي استخدام الكحول جل البنفيت حقتها اكثر من الريسك من وجود البكتيريا المانعه، فما في اي مشاكل خصوصا لما يكون عند البنفيت انت ما دائما تغسل فيها او تستخدمها بشكل اوسع من المحل اللي يستخدم فيه، لا يستخدم كما قلنا في الخمسه اماكن هذه، وعند مثلا خارج المنزل او خارج المستشفى عند ملامسه العين، عند ملامسه الانف، عند ملامسه الفم، عند ملامسه شخص متوقع انه يكون مصاب، هذه تستخدمها فيها بس ما تكون مستمره باستمرار. الماء والصابون افضل من الكحول الجل في كثير من الاشياء، فبالتالي الماء والصابون يكفيني، انا ما استخدم الكحول الجل الا في حالات معينه. طيب
أحد الأسئلة هنا يقول في بعض الأطعمة تتعارض مع المضاد الحيوي. نعم، أي ميديكيشن ممكن يصير في انتراكشن مع المأكولات. مثلا الامتصاص، مثلا في الانتي تي بي الريفامبسين والاين اتش، نقول لهم استخدموه على معده فاضيه عشان الامتصاص يزيد، يكون كميه الامتصاص اعلى لان في انتراكشن مع الدخول. فيه مثلا مأكولات مشتقات الالبان، لما ناخذ دكسايكلين او التتراسايكلين بشكل عام واخذ معه مشتقات الالبان بعده بنص ساعه الى ساعه، ممكن يتعارض معها وتنقص كميه الانتيبيوتيك الواصل للجسم بكميه كبيره جدا. عشان كذا احنا بعض الدكاتره يقول خلال مده العلاج لا تستخدم، احنا لا نتوسط في الموضوع ونقول لا، بعد ما تاخذ العلاج بساعتين ثلاث ساعات لا تشرب لا حليب ولا البان ولا جبنه ولا اي شيء مشتقات الالبان، فبالتالي في انتراكشن واضح مع كثير من الاغذيه. طيب سؤال هنا دكتور يقول في فرق مثلا لو اخذ جرعه 500 ملي جرام كل 12 ساعه او جرعه 250 ملي جرام كل 8 ساعات؟ طبعا زي ما قلنا حساب الجرعات ما هو جاء من مثلا من الطبيب نفسه او من الصيدلي، هذه بناء على دراسات. فبالتالي الجرعه اللي يعطيك الطبيب او يعطيك الصيدلي مبنيه على دراسه. بعض الانتيبيوتيك والمضادات الحيويه لها خيارات كثيره، ممكن تستخدمها كل 6 ساعات كل 8 ساعات. مثلا خلينا ناخذ مثلا البكتريب، البكتريب اقدر اعطيه كل 8 ساعات او اعطيه كل 6 ساعات. لكن بعض الميديكيشن لا، لو استمريت مثلا كل 8 ساعات يمكن ما تجي الجرعه الثانيه الا وقد انتهت مده الجرعه الاولى، فبالتالي تنشط البكتيريا وتصير مانعه. فما في خيار للمريض انه او اي شخص انه يعدل جرعه الدواء الا بناء على ريفرنس واضح انه يعطيك الخيارات هذه. طيب اتوقع ما عاد باقي اسئله، احنا كذا وصلنا الى نهايه الدور. الله يعطيك الف عافيه دكتور علي، وشاكرين لك تجاوبك وهذه الدوره الرائعه. باذن الله ما هو اول ولا اخر تعاون يكون بيننا. شاكرين لك ويعطيك الف عافيه. شكرا لكم جميعا، وسامحوني على الاطاله وكثره المعلومات، لكن والله هذه بقدر ما استطيع حاولت اني الخصها، وباذن الله تعالى الجايات اكثر. ولو احتجتوا اي شيء حتى في غير الدوره فعن طريقك يا مشاري او عن طريق اي شخص، انا مستعد لاي اجابه لاي تعاون لاي استفسار، وبالتوفيق لكم جميعا. الله يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه.